حديث فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، ثم نستمتع ايضا بصوته الشجي، صوته الملائكي، نستمع اليه. وان كنا كانت البداية كانت تنبغي ان تكون بالتلاوة القرآنية، لكن الذي يشفع لنا ان فضيلة الشيخ ما جاء ليقرأ، وانما جاء لضيف الشرف ليكون اميرا لهذا الحفل واميرا لقراء جمهورية مصر، بل اميرا لقراء القرآن في كل مكان من ارض الاسلام. فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل. انا هاجي هنا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لست خطيب وأنا معرفش أتكلم اللغة اللي بيتكلموا بها إخواننا دول، لأنهم بيتكلموا كلام طبيعي. أنا أكلمكم كلام كده بس أنتوا عايزين مني إيه دلوقتي؟ اللي أنتوا عايزين أقوله إيه؟ أولا أنا أشكر الأستاذ عبد الخالق عبد الوهاب، تكون يعني اتكلم شويه في حقي. والراجل شكر فينا وبتاع وكذا كده، فاشكره جدا. وان كنت انا يعني بعتبر نفسي خمر لاخواني جميعا، اقسم بالله، وانا بقسم بالله وعارف اليمين الوحيد، انا ما عندي ابدا اي واحد في اخواني الا كلهم عندي زي اولادي، الكبير زي اخويا والكبير قوي زي والدي، وانا بحبهم جدا. وبعدين اشكر الاستاذ الدكتور البوهي، يكون الراجل برضه اتكلم في حاجه اخر بالطيب، يعني كلمه بالطيب، ودول يعني فكروا فيا، وانا يعني وان كنت لم اتأدي هذا. وانا اقسم بالله ما جاني يوم في يوم من الايام جاء في مخيلي او الشيطان ضحك علي وقال لي انت كذا وانت كذا، ابدا. واقسم بالله انا بغسل لكم متشاهدين علي امام الله، ما جه في يوم علي افتكرت في نفسي بانني احسن من جيل اوالي، الا اني انا بعتبر نفسي خادم للجميع. والمساله بتاعت ربنا يعني مش كل واحد عاوز يعلي نفسه يعلي نفسه، مش بايده، ده التعليه دي من الله سبحانه وتعالى. وبعدين اذكر الاخ الاستاذ عبد البديع، الرجل الامير ده اللي قاعد يتكلم في حق رقم. انت عايز تخلينا نجاوب؟ اشكر انا عندي كلام يا مولانا، اعمل كتاب اهل هيكسب الله كرم ولحين الموضوع. يعني انتوا عايزين تسمعوا مني تاريخ حياتي ولا واشكر من صميم قلبي الاستاذ حسين فرج والحاج حسين فرج وحسين بيك فرج، الرجل الطيب الامير اللي محب لاهل القران، محب لاهل القران، والله بحبه باخلاص من قلبي، ما في واحد يعني تملك في قلبي قد هذا الرجل، لاني انا احب الناس اللي هم محبين لاهل القران، لان ما فيش حاجه في الدنيا فاضله غير اهل القران والقران الكريم. ما تقوليش بقى ان بنعظم في نفسنا يعني ولا حاجه، هي كده. وبعدين انا اكيد نشات في قريه اسمها ميت غزال. ميت غزال مركز السلطه مديريه الغربيه، كان زمان مديريه، وانا بتكلم عن زمان. كويس كده. وبعدين تعلمت القران على في مكتب سيدنا الشيخ عبد الرحمن
سيدنا الشيخ عبد الرحمن ابو العينين رحمه الله يعني كان رجل من الاولياء، ولا عرفت بأن من الاولياء الا لما كبرت وفهمت ايه احوال سيدنا وايه كان بيتكلم سيدنا وايه كانت عيشته مع زوجته واولاده. فهمت بأن هذا الرجل من اولياء الله، كان رجل بركة. فحفظت عنده شوية تقريبا يعني، تعلمت ألف ب ت ج عنده، وتعلمت أكتب وتعلمت أقرأ، حفظت شوية زي ربع القرآن. وبعدين طلعت من عنده رحت في مكتب سيدنا الشيخ عبد الناصر سيدنا الشيخ تحاتة أغنية رحمة الله عليه يا بكر. أيوه قعدت وياه شوية في فكرة زي البطل، قعدت عنده شوية يعني. كان سيدنا مرض للسبب ورحت عندي بقى سيدنا دي. فلما سيدنا ده خف وبقى كويس انتقلت عنده، لان كانت المكتب قريب من البيت. فحفظت القرآن عندهم في البلد. وبعدين يا سيدي رحت في الاخر عند واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن، سيدنا الشيخ ايه الغرض الغرض سيدنا الشيخ، يا رب تكرم اسمه عشان اللي دايبه بخير، سيدنا الشيخ النجار مش عارف ايه كده الغرض تحقق ايه يعني، لو افتكرت اللي هقوله. فجوزت القرآن، وبعد ما خلصت تجويد ده كان عامل لنا فلكة في البيت. الفلكة شكل ثاني، فلكة عبارة عن مسمار عامله في العماله بتاعت المباني، كانت الكتاب مش مبين العماله كده، رابط فيه مسمار جامد وعامل لنا فيه بتاع كده، ويحط الصابع الكبير في الخرم في البتاع ده ويزر، واللي يغلط يديك. ده كان له فضل كبير علينا رحمه الله عليه جميعا. راي فضيلتك في الطريقه دي ضرب سيدنا لقارئ القران؟ لا، اذا ما كانش فيه ضرب، واذا ما كانش فيه ده كان سيدنا مرة ركب فوقي وعضيني الكتف منه. والله ركب فوقي وعضيني الكتف لغاية العظمة خرج الدم. هو تجري وعيط لأمي الله يرحمها، قلت لها يما ده سيدنا عملت، جابت شوية تراب من الأرض كده ونعمتهم وحطيتهم على كتفي، وقالت لي امشي عن سيد امشي عن كان من غلبه. انا قاعد عمال اقرا، كنت بغلط وكنت ما حفظتش اللوح او حاجه زي كده. ما هو كنا نكتب اللوح لازم يصححه سيدنا نقرا، ما نكتب اللوح يصححه ويقول لنا احفظوه بقى. كنا بنغيب طول الليل صاحيين في اللمبه نمره خمسة كده، وقعد مقع عينيا لغايه ما انا احفظ اللوح وارفع الصوتيه برضو اعيد عليه شويه، ونروح نسمع اللوح في اللي عندي سيد. وبعد ما نخلص يقول اللي حفظته خلاص يكتب غيره، يقول لي اكتب غيره بقى من اول كذا الى كذا. كان سن فضيلتك بعد ما تميت حفظ القران والتحقت بشيخ النجار بالتجويد كان سن كام؟ كان سني انا ولا سيد؟ سن فضيلتك كان جيب كتير 10 سنين او 12 سنه يعني. على حفظت القران وانا عندي 12 سنه. ومجولا ومجودا بقى فلت بقى من عندي بعد 12 سنة وانا ماشي جودت كمان، رحت عندي ايه سيدنا الشيخ لا الشيخ اللي جودت عليه في 100 غزال برضه ولا خارج 100 غزال؟ لا ابو 100 غزال كله في 100 غزال. تعداد البلد دي كبير قوي يعني لبقى. فيها عندنا 10,000 10,000 يعني 100 غزال كان فيها اكتفاء كاتب لتحفيظ القران. ايوه ثم علماء لتعليم المراه القرانيه. طيب ده سيدنا الشيخ ادريس فخ ده اللي هو بقى الاخر. ايوه سيدنا الشيخ ادريس فاخر ده كان من العلماء وما كانش يجي قال حد، بس كان جدي في ذاك الوقت يعني كان راجل مشهور في البلد بانه يعني بيحكم بين الناس بالحق ويتكلم كلمه الحق، وراجل ماشي مؤمن ولا كان لا يكتب ولا يقرا،
بس كان لما يقعد مع واحد ويغلط يقول له لا ده سيدنا الشيخ بيقول كذا وكذا وكذا هذا حرام عليك اوعى تتكلم كده. واذا كانت قضيه قدامه يحكم بالحق. فكان هو بقى له كلمه في البلد. فقال لي سيدنا الشيخ ابليس رحمه الله عليه اللي انا بحكم عليه سيدنا الشيخ عبد الحميد النجار اللي هو الثاني سيدنا عبد الحميد النجار اللي انا كان بيعمل لنا البتاع في رجلينا دي من فلكة. وبعدين رحت هناك عند سيدنا الشيخ ادريس. الناس قالوا لي سيدنا الشيخ ادريس ده راجل ده بيعمل هو ليه ما تقول ليه بقى؟ طب انت بقى في الاخر تفتيش. مسك لي القران من الاول بقيت اسمع جزئين في الاول وجزء من العشر الاخر. يعني مثلا اول البقره سيقول ولا تجادلوا. وبعدين في الكابوس اللي كله طعام وبعدين ومن يقول وهكذا. لما خلص اجي لحد هنا اكون خلصت القران. ثلاث اجزاء كله. وكان ياخدني لغايه وياه ونروح نمشي كل ما احنا ماشيين اقرا قران وانا ماشي. حتى قال لي يقول له خش الزريبه عند البهايم وقل لي شويه وانا عند شويه ونمشي وقل لي شويه وانا عند شويه ونمشي وهو بقى قدام يبقى قدامه انا وراه يبقى قدامه انا وراه عمال اقول له بسم الله الرحمن الرحيم كده وكده. قول لي يا ولد انت غلطت انت ارجع تاني هكذا واحنا ماشيين بالسكه. فكانت بركه والناس دول كانوا بركه. انا بقعد افتكر الحياه دي فبنصر جدا. لغايه في يوم من الايام ربنا رزقني بابنه الشيخ عبد الرافع رحمه الله عليه رحمه. كان يقعد يبص لي كده وانا بسمع اضحك هو يضحك وجينا بقى الشيطان يقول لي انا ما لا اروح وجهي انا عاوز اضحك وجهي انت ايه؟ اطلع يا عبد الرافع اطلع فوق يطلع فوق في سلم. انا قاعد بقى على سيدنا كده في الباب والمهم هو فوق يجيب طوبه ويرميه. يعني بيقول لي انا اهو او ما نضحك يقول يعني. قام هو خد بعضه وسلم طالع قال يا حي حي مراتي. قلت نعم. قال لها توصي بالعيال سلام عليكم. وخد بعضه وسلم ماشي قعد على البوابه داره كان اسمه كده سيدي فايت. قال له السلام عليكم يا سيدنا ورحمه الله. الواد فين؟ انت سايب الواد ده؟ قال له يا ابو الحاج انا ما فيش منه خلاص انا غلطت غلط غلط. قال لي طيب تعالى. قال له روح موته وانا جوزك. موته وانا جيب النحش. فجي قال لي يا حي. قلت نعم. قال لي هات الفلكه. جابت عصايه وربطت فيها الفلكه وحطيت رجل من رجلي وعبد الرافع رجل من رجلي. اللي بيلوي على البتاعه دي تبقى بنت عمي متجوز ابني. ثم هو لما يضرب شويه تقوم فكه شويه تقوم سلف رجليه ينزل عليك تسيب الفلكه وتطلع تجري في النهايات وتيجي. ومراته الاخرى خدت حي الله يرحمها كانت برضه هي يعني بالشكل ده. لغايه ما قلنا له معلش يا سيدنا سيدنا الى الله ورجعنا الى الله. فكان في جامع على باب الشارع لما اجي اسمع يقول عبد الرافع يقعد في الجامع ما تجيش لما ملاك ابني ولما خلص وقف في الجامع لغايه ما انا خلصت القران الكريم تدريس وسمع لي ده يمكن 30 ختم يعني كده اكل وبتاع وبنقول مكبه وزادي منه وبتاع. فكان جدي يقول لي لا تاكل عندهم ولا تاخد فلوس عندهم بس روح اقرا وخلاص وانا اللي هبعت لك الصينيه بس اللي كله رحمه الله عليه علشان يخليني اتدرب ويخليني امشي في الطريق بتاع القران ويعلمني. ودي حاجه كانت يعني من مكرومه منه. فكانت تجيني الصينيه وكان يحسم علي ان الصينيه بتاعتنا دي ياكل عليها المقرئين اللي هم وياي. ما اقولش لكم واحد مقرئ وهم ياكلوا الصينيه واللي قعدهم وياك وياكلوا وياك. بالشكل ده ما كانش يسيبني ولا بيتها. ممكن واحد والميتر زمان كان ثلاث ايام مش ليله ثلاث ايام الظهريه صينيه والمغرب صينيه. الظهريه صينيه والمغرب صينيه وهكذا الترتيب. فجه واحد قال لي جاه تعالى قال لي تعالى اقرا لحد لك فلوس. قلت له طيب. رحت ثلاث ايام بحالهم صينيه تطلع وتجيني برضه جايتكم من بيت. وبعدين قام جاي ثاني 15 ساعه في الثلاث ايام يعني الليله خمس ساعات.
فرحت بهم قوي. انا ما بشوفهمش لاني انا ما بشوفش فلوس في جيبي، لا مطلوب مني لا اكل ولا اشرب ولا مطلوب مني حاجه ولا اشرب، انا بروح اكل واشرب. فادوني خمس سار وبعدين رحت لجدي قلت له يا جدي، قال لي نعم. قلت له ما هو جدي ده كان هو رئيس البيت، يعني كان رئيس البيت يعني. والدك كان موجود بس هو زي حالتي عاوز جلابيه انا. ابويا ما كان عايز جلابيه. زمان كده. كان زمان كده يعني كانوا كده. ايوه. وبعدين بصيت لقيت يا فندم 15 قرش، رحت لجدي قلت له الراجل اداني 15 فرخ. قال لي طيب هتعمل بهم ايه؟ قلت له انا عارف. قال لي خليهم في جيبك كده. خليهم بركه. قمت انا خدتهم ورحت اديتهم لامي. قلت لها يا اما 15 سنه وانا بقى ما فيش في الفلاحين حد بيصرف حاجه ولا فيش يعني 15 سنه اهم. قالت لي طيب سيد اهم. قلت لها اما جرب طنطا تديني بخمس ساخ بخمس ساخ بخمس ساخ. هو خمس ساخ ده القطر كان بيمشي ساخ كان بثلاثه تعريف رايح جاي. وكنت اكل هناك بقرش ساخ بثلاثه ابيض، اكل رز وبطاطس ولحمه مميز بثلاثه ابيض. يعني كان زمان كده. فروحت هناك وبعدين اتغرب برجع ثاني لانه رحنا بقى عند الشيخ وحط بالجامع ومشيت في الجامع. ده في المسجد الاحمدي؟ في المسجد الاحمدي. ده كان تبع الازهر بقى؟ تبع الازهر طبعا. الجامع الاحمدي كان هو ثالث جامع الازهر، كان الجامع الاحمدي وجامع في اسكندريه وجامع في دمياط وجامع في ضمن مصر. هذه اللي كانت الجوامع كلها اللي هي كانت تابعه للازهر ما كانش غير كده. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ال هو جه بقى بقيت امشي بقى سيدنا بقى اللي هو الاستاذ بتاعي يجي اخر الطلبه كنت اروح اقرا في جامع الاحمد واحنا بنذاكرهم ما كنتش لما تخش السيد البدوي بعد صلاه العشاء ما تسمعش اللي جنبك مين الطلبه قاعدين كده هو ولاد خليه النحل واكثر ما تسمعش اللي جنبك. وبعدين كانوا قاعدين بقى على الدكه بقى اخر الليل قبل الجامع ما يمكن يطلع اقرا هم بقى ايه ومش عارف ازاي واقرا بتاع. في ناس بقت تعرفني يعني بقت تيجي تدعيني في ليله لغايه ما رحت هناك في ليله وكان الشيخ خدني قال لي الليله دي عندها كذا وراها عشر قريت شويه قران وبتاع وبعدين عشتنا ابو سيدنا الشيخ اللي هو كان الامام والخطيب بتاع الجامع بتاع وصفي فيه. وبعدين بقى قلت له بسم الله ما تدريش حاجه. قال انت اتعشيت؟ قال انت اتعشيت؟ قلت له بركاتي لا الحمد لله. وكده كانت ايام يا استاذ انا لن انساها ابدا الايام دي ما انساهاش. وبعدين حبيت بقى سبب شهرتي. فيه واحد اسمه السيد حسين القصبي رحمه الله عليه. ده كان رجل عضو مجلس الشيوخ وكان رجل يعتبر يعني من الهيئه بتاعت الغربيه كلها وكان يقولوا كل الناس كانت تقبل يده الصلاه بتاعته سلام لك بتاع الضيوف وشيء في طنطا كان مالوش نظيف. يمكن يكون جد المحافظ الحالي جده تماما. مات السيد حسين القصبي وانا قاعد في البيت اذاكر. ايوه لما مات جه ومات اسطنبول وجابوه في الباخره على اسكندريه وقام به قصر مخصوص من اسكندريه الى طنطا. شوف بقى لما يقوم بالدول دي كلها شوف مركزه يكون ايه. كان يجي الامير عمر باشا توصل والسيد كذا يعني كان يجي له ناس كويسه. وبعدين يا سيدي قلت انا طلعت من ضمن اللي بيتفرجوا على القصر وهو جاي وطنطا كلها يعني اللي كان عاوز يسرق طنطا من داخل يخش يسرق زي ما هو عاوز وجود مفتوحه. كل الناس طلعت تتفرج على البيت اللي هي جايه بالقصر مخصوص. وانا من ضمن طلعت اتفرج والعسكر كان تضربنا ونطلع نجري. وبعدين انا قاعد بذاكر بين المغرب والعشاء في البيت قصيت لقيت واحد جاي بيقول لي تعالى كلم في بيت سيد حسين القصر. قلت له عاوزني ليه؟ قال لي عاوزينك انك تقرا في الميتة. قلت له لا يا عم روح الله يفتح عليك. انا كنت اشوف الصور على قد ما في السنة والعسكر واقف والدنيا خاف. قد ما اقول لك قوم خدني ورحنا انا لابس جلابيه الصفرة وطاقيني ورايح. قام اللي يدعيني واحد اسمه الاستاذ عبد القادر
عبد القادر ايه المحامي اللي كان مشهور هناك دي؟ لا حسن عبد القادر كان عنده 17. كان سن فرصتك كام بقى؟ 17 سنة. لا كان عندي في الوقت ده برضه 17 سنة. لا 15 سنة او 16 سنة. اي نعم. وبعدين يا سيدي رحت قالوا لي التلابس كده ايه ده؟ عندك ملابس؟ ملابس تاني اما؟ شو عندي؟ قالوا ايه ده؟ شخص انا بقى ده بحمس الرعالي. رحت لبست الهدوم كان جدي برضه مهيألي. كان لما كده هو جاب لي قفطان وجبه لا قفطان وكاكوري وما فيش غيرهم. طيب انا هضمهم لي كده قال لك البس ده لهم وقت ما يجي لك حاجه ولا ما تعرفش. البس القفطان والكاكولا والأمة ورحت قالوا لي جدع او كده كويس خش راضي اقرا. قعدت اقرا كان مدعو في الميتم مين؟ الشيخ حسن اللي كان اللي كان من العلماء ده عليه عم حسن ايه؟ عم حسن صبح رحمة الله عليه. وكان واحد اسمه الشيخ سالم هزاع قراء. وكان يا سيدي لما انت بس دول اللي كانوا مدعوين في الميتم وصراب الكبير بقى وراد اخلاق الا بالله في مكبرات صوت ولا كان لا ما كانش زمان حاجات دي. وانت انا طلعت ارى العصريه الشيخ الشيخ سالم هزاع بيقرا. لما قرأ شوية من الشيخ حد انا ولا اعرف عم الشيخ حسن ولا اعرف غيره الراجل خلص قمت طالع جنبه سيد عم الشيخ حسن رحمة الله عليه يقول لي ايه ده ايه ده اللي حصل والله قال لي ايه ده ايه ده ايه ده قال جه واحد جري قال له الشيخ حسن قال له ده مدعو وصاحب تعمل راح وانا ما شفتوش تعرف لو شفته وبقيت طالع هذا كنت رح اقدمه برضه لان انا من يوم ما احبش اعتدي على حد ابدا. ف طلعت اقرا انما برتاح قرات شويه كده وكنت طالع زي المسرح والغرض والسلام اتبسطت في الناس قوي وخيفوا قوي العصريه وهاصص قوي الناس ليه بقى الشيخ حسن قال لي هو كده خلاص هو كده خلاص المهم دي وخد زمان ثلاث ايام برضه ثلاث ايام من ميت. وبعدين ثاني يوم برضه جابوا كان الشيخ حسن وعم الشيخ لا الشيخ حسن سلكوه من اول ليل مجهول ورحت برضه بقى رغما عن اللي عمله ده رغما عن اللي عمله ده ورحت وصلته للقصر كان القصر بيقوم الساعه واحده كان نفسي واقف على رصيف انا هو لغايه ما وصلت طول مع الزمن من الشيخ يعني ما فيش حاجه. وبعدين ثاني يوم جابوا بقى الشيخ سالم برضه كان موجود وجابوا هذا الشيخ السيسي رحمه الله عليه الشيخ محمد السيسي كانوا من مشاهير قراء ذاك الوقت ما كانوا هم اللي عم الشيخ عبد الفتاح الشيخ رحمه الله عليه كان في ميتم واحد اسمه يا سيدي لما انت ابو عامر دي اللي هو لا احمد ابو عامر حماد دي ابو عامر كويس حماد دي ابو عامر اللي ابنه عبد الحميد ابو عامر اللي هو شركه السكر الان كويس كان توفى في يوم ما السيد حسين توفى على طول فجاب عم الشاب بتاع الشرشاعي فيه وما كانش فاضي هم كانوا عايزين يجيبوه بقى اللي قال لي بقى كان عم الشاب بتاع كان جه عندي برضه اخر الليل وجاب طنطم بعد ما كانت فيه ولد هنا بيقرا يا خبر اسود تعالى يا اولاد اسمع وبعدين بقوا يجوا بيه وهي صوري قوي اقعد اقرا انا هي صوري وبعدين غرف قلت في الميتة خلص مين هنا كان ميتة من سيد حسين الأصري عبارة عن بداية التقديم وكان من جميع المديريات في الصعيد ومديرية الغربية والمنوفية والاسكندرية ومصر كلهم جايين عزم حتى كان في واحد اسمه ابو السيد ايه ابو السيد ده اللي كان بيلبس زعبوط وبرغة ده هو كان ليه ولمنوم باشا وصالح باشا لمنوم وكان والصباحي وسعد باشا زغلول والامير محمد علي جه عزه وكان شغلانه يعني. كم كان عزه؟ 10 جنيه. لابسات ايه؟
جيت نقلت بقى من ال 15 ساعة كده نقلة كبيرة. نكمل عنك. أما أنا أقسمت يمين يعني أحكي لكم الحق اللي زي ما حصل. المهم أن جم بقى في الآخر كده بعد يومين ثلاثة بعتهم السرايا وروحت قالوا اتفضل 10 جنيه. كان قبل منها ماجد أم الشيخ حسين الأنصاري ولقوا فيها الشيخ منصور بالضبط وكان فيه واحد اسمه الشيخ العقلة وكان الشيخ محمد أبو شرقاوي وعم الشيخ محمد عامل كانوا قراء ممتازين في ذاك الوقت كانوا قراء حلوين قوي والشيخ عوض كان واحد اسمه الشيخ عوض يعني عاجز من الاستاذة لا الشيخ عوض كان من طنطا كده وكان يقرأ حلو والله كانوا كلهم قراء ممتازين فطلع الشيخ السادة الشيخ منصور كان الشيخ العقلة بقى ما هي دي طريفة برضو احكيها من غاز من دايما من الشيخ منصور بالدار ليه الشيخ منصور بالدار كان فيه خصلة لما يجي ميتم عند الحسينة ميتم عند جماعة حاج خط وشكين الكوم جماعة الكبار كان يجيب الشيخ منصور كان يجي لاقي العقلة واحد اسمه الشيخ مصطفى الزيني كان من منوفية من لا من شنوان كان يجي يقول له يلا صدقوه انا برا يا اخي ساعة ما يوصل يقول صدقوه نرجع فالشيخ العقلة من غاز من الشيخ منصور بالدار فامتلك بفرصة الشيخ العقلة كان محبوب عند السيد حسين الأصلي لأنه كان يروح كل يوم الصبح الصباح عنده في الصلاة ويقرأ له شوية كان السيد حسين يحبه وبقى عنده عشم بقى فطلع الشيخ العقلة يقرأ أنا قاعد مستمع يعني ما كنتش لسه لا معروف لا بطلطة ولا حاجة بس قاعد مستمع كنت طالب لسه وقاعد مستمع وقاعد كان في السكة بتاع الشيخ منصور طلع العقلة يقرأ أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله الحبرات وبعدين مشي لحد والله بصير مطعم الله الرحيم قاف القرآن المجيد الناس هياصت وتعمل عقلة الشيخ منصوري ينزل الذكر يقول له اجل ابتدى ينزل الذكر يقول قاف القرآن قاف القرآن المجيد يوم الشيخ منصوري يقول له مش عارف ايه وبتاع وايه الشيخ العقلة الشيخ يا منصور يقول له اختم ما فيش فايدة اقول له من عند ابو امك وقاف والقرآن المجيد كانه يقرا العقلة لما حصل لما انا قاعد مبسوط من الحكاية دي او قاعد منسجم كده وبعدين بصيت لقيت الشيخ حسين لاحظ الموضوع فبعت الشيخ العقلة قال له ضد نوف عندنا يا شيخ العقلة معلش انت ابن البيت وكذا وكذا قال صدق الله العظيم وطلع الشيخ منصور قوي بس انا بقى ما كنت في ذاك الوقت لا ادري هو بيقولوا ايه ولا جاي ما اعرفش وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرحيم ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يدور على التانيين دول انا بفتكر الكلام ده دلوقتي بقعد اضحك يعني لو واحد دخل عليه وقلت انا بضحك لواحد يقول ده الشيخ انهبل انا بفتكر الكلام ده هو بقعد اضحك بيجي في مخيلتي اقعد اضحك وبعدين يقول الحمد لله اللي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبعدين بقى قاعد يقرا الشيخ منصور هبل الناس في الحقيقه كان قارئ كويس وبعدين انا بس لقيته يعني طلع من النمل على الحجرات تالي ومن الحجرات على قاف ومن قاف على القمر ومن القمر على الرحمن وطلع على الحق يا خبر ده في دور واحد ايوه بس هو كان يقرا من كل سوره حبه من كل سوره حبه من كل سوره لا ما كانش زمان واحد يقرا ساعتين ابدا اي نعم ابدا ساعتين دي ما فيش بس هو كان يعني يقول لك شويه من دي من اول الصوره كذا ومن اول الصوره كذا وبعدين لما جه الميتم ده بقى كان هو سيد حسين نفسه
راحوا دوروا على منصور ما لقوش شيء او لقوش فاضي غلط. كان في ناس يعني عايزين يجيبوا محمد هدى كان لسه موجود برضه لان كيف كان مات سنة 26 27 حاجة زي كده. وبعدين بصيت لقيت يا فندم الناس بقى تدعيه في الهدي. هو انا خدت ال 10 جنيه ورحت لهم في الهمة انا جبت 10 جنيه راحت جابت لعجلتين شركي عندي جماعة كل عجلة بخمسة جنيه والعجلة بقت تولد وتعمل بقوم كتير بقوم حاجة كويسة. وبعدين ستي توفت وتركت فدان ملك والورثة خمسة واثنين بنات كان اختار ما بقول لك الحكاية لما ماتت ستي قالوا لحين نورث ايه وكل جا لحين كل واحد ارثين قمت انا امي قالت لهم مصطفى يشتري الفدان الاراث كان باربعة جنيه 96 جنيه من العجلتين دول لميت لي منهم 50 قالت لهم خدوا 50 من مصطفى ويجيب لكم ازاي يعني كده قالوا زي بعض ابويا طبعا يورث قال لي الورث بتاعي قال كده. وبعدين الغرض يعني بقيت ايه خلت وياهم وياهم لغاية ما سددتهم وبيصبح الفتاح ايوه وبعدين نمشي في القراءة وبعدين مشيت بقيت امزقي هنا 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 بقيت كويس خالص يعني بقيت امزقي هنا. وبعدين جيت ابن الشيخ قال لي اسمع لا ابن الشيخ كان واحد اسمه ابن الشيخ مصطفى المغول كان من العلماء قال لي اسمع يا ابني قال لي يا ابن العلم هو القرآن انت وصوتك حلو لانه هو كان كل اخر درس يقول اقفل الباب وسيبه في المعهد في المعهد يقفل الباب وبعدين يقول لي اقرا العشر بقى فاضل خمس دقايق على طلوع الحصه اقرا خمس دقايق اقعد اقرا وكان يحط واحد يبص كده من الباب علشان الراقب لما يمر ما يلعنكش كتير بس. وبعدين اقعد اقرا العشر كان يقول لي اسمع انت واقف صوتك حلو لو ربنا هيفتح عليك وانت هتبقى تاخد في الليلة خمسة جنيه روح اقرأ قرآن انت هتتم الليلة روح يا شيخ ده انا قاعد عمالة 30 يوم هو بثلاثة جنيه يا ابني كان زمان العالم بثلاثة جنيه قال لي ابني انا باخد ثلاثة جنيه الغرض بقيت كل ليلة كده اروح فيها وبتاع لغاية ما اتشهرت في خمسة وبقيت اروح بورسعيد دمياط المنصورة لسه ما جيتش الخير ابدا. وبعدين جيت على بيت اروح اسكندريه برضه وده منصور وحكايات زي كده والناس بقى تيجي تدعيني انما الليله في خمسه كانت بكام يعني افتكركم؟ ب 50 قرش ب 50 قرش يجي الراجل يديني 10 مسافات عنه واخر الليل 40 قرش انما كانت الميزه الوحيده اللي في خمسه كان ناس امراء كانوا لما يجي واحد كان البلاد اللي حوالين طنطا دي يعني بالركوبه يجي بالظبط خمس دقائق 10 دقائق او بالعربيه يجي بالظبط ساعه كانوا يجوا يدعوا العصر بعد ساعات يعني يمكن يجي المغرب واحد يقول لي في ليله تعالى ما نروح. كانوا لما يلاقوني جتني ليله ويجي الزبون في الليله وانا قاعد اقرا فيها يقول اصحاب الليله في طنطا يقولوا لي قوم روح يا عم الله يفتح عليك روح يا عم روح وياهم يعني كانوا عارفين بان احنا بنخدم. يعني انا طلعت من طنطا واكبر اجره خدتها في طنطا جنيه كان وصلت الحكايه بتاعتي الى جنيه في الليل. المهم ان انا ايه اتوت في الحته دي وبقيت اروح هنا والمنزله والمطريه والبلاد دي وكذا وكذا وبقوا ينبسطوا مني يعني بقيت احلي ليالي بتاعت ناس كبار ممكن كانوا يجيبوا فيها الشيخ احمد جدع او جماعة دول كنت انا اراها يعني واحد مات اسمه رحمه جه في المنزله وقبل منه واحد اسمه الشيخ طه ابو علم كان راجل من زمان وواحد اسمه عباس بيه السوده كان كبير كان دول يعني جايين يجيبوا الشيخ احمد انا كانوا يكتفوا بيا انا لوحدي يعني كنت انا وانا كنت لسه صغير يعني ها؟ دوك هم الشيخ احمد ندى كان بياخد 50 جنيه انا اللي سنة 25 26 سنة كذا 50 جنيه في الليل ثلاث ايام في الليل. الشيخ منصور كان زيه 40 36 كنت اسمع يعني يا مولانا نمشي في الطريق نعم يعني
اعتقد انه يمكن ان نسيب هذه القصة في لقاء الجمعة. اول مرة سهرت فيها مع المرحوم الشيخ محمد الحاج. كنت لسه انا في طنطا برضه. مات واحد اسمه ابراهيم بيه ابراهيم، كان تاجر قط. يعني كان راجل تاجر قط كبير اسمه الحاج ابراهيم عبده. حاج ابراهيم عبده ده كان راجل كبير قوي. لما مات عملوا له صوان في ميدان كوتشير وميدان كبير. وبعدين قالوا لي عم الشيخ رفعت جاي هنا في ميتم، وقوم قالوا لي تعالى معاه. يا خبر ايه اول مرة؟ فين ميدان كوتشير؟ ميدان كوتشير الصمت. وانا معاه. طيب قول هيديلك جنيه. قلت له حاضر. ورحت عمي الشيخ رفعت كان جاي في ذاك الوقت الليلة 30 جنيه. وبس كان هو لا ده أول ليلة كان مدعو فيها سيدنا الشيخ عبد الفتاح الشيشاني رحمة الله عليه والشيخ السيسي. تاني ليلة رحت أنا وعمي الشيخ رفعت وأنا رايح أتفرج مع الناس اللي راح تعزوني، راح أتفرج وقاعد. فسمعت عم الشيخ فتاح، سمعت عم الشيخ فتيت الاول ليله ومشوا، وتاني ليله قالوا لي تعالى اقرا معاه انت مع التغريف عليا. فرحت العصر قرات شويه وهو قرا شويه وقمنا نتعشى. تعشينا وقال لي انا عايز ادور السيد ابتدى. كان له اخ كده بيسحبه، كان راجل طيب. قلت له يلا بينا امشينا شويه باهي، ما هي طنطا كلها كانت بسيطه زمان كده. امشينا شويه لغايه السيد البدوي على رجلينا، ودخلنا صلينا المغرب والناس طلبوا من الشيخ رفعت يقرا شويه، فقرا شويه وطلعت انا بدون قصد اقسم بالله قرات. وما ارسلنا من رسول الا يطاع باذن الله. ليه احنا بنقرا في اي ليله؟ وفليقاتل. هو يظهر زعل مني، افتكر باني انا بتفاجئ له من موضع. طب وانا فين في ذاك الوقت وعم الشيخ رفعت فين؟ عم يتخلف عدى بالنسبة لي في الوقت ده كان هو يعني زي ما تقول امام شيخ الاسلام، وانا تلميذ بسيط ما لي جنبه حاجة ابدا. يهب خفي طيرني. انما انا وبعدين هو ارى ورايا على طول بنفس الترتيب، فما لكم في منافسين فاتين وراكم كتب وخلص الصورة كلها. بيرى من كل ربع شوية 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 لما خلص الصورة كلها. بيرى من كل ربع شوية 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 لما خلص الصورة كلها. وبعدين زعل مني. قال له بس يعني ما كانش صح ان هو ابتدئ من هنا، او كان يقول لي ابتدئ من هنا ولا بتاع. انا في ذاك الوقت بس لا ما كنتش اعرف انا في نظام في مصر كان مستقل او في حاجه، انما احنا في منطقه كنا عمل ما نعرفش ايه الموضوع، وكل واحد بيدب شويه اللي بيدبه. فانا في البوكسي ده انا جيت علشان يعني اسفك من الموضوع ده منه. قلت له والله يا سيدنا الشيخ احنا يعني انا اعتبرني كتلميذ او طفل بيتعلم، وانا اقسم بالله ما اقصد الربع دول انا حافظهم كويس قوي وحلمين كده بقراهم بس. قام ضحك قال لي يعني قلت له ما اقصدش والله، هو يعني القران انت جاي تقرا ليله وانا جاي اقرا ليله، كل واحد لازم يقرا ورا الثاني يا سيدنا الشيخ. قال لي دايما ترى عندنا في مصر الى دول نقرا من حته فلان، نقرا من يونس، نقرا من هود، كان زمان كده، نقرا من كذا. لان عم الشيخ سيسي لما جه يقرا في الميتم في طنطا اول ما ابتدى من اول يونس والثاني مسك وراه. فهنا جيت انا بقى يعني قلت له ما اقصدش، ومسك ايده ووصلته لغايه المحطه وركب القطر ومشي. فهذه اول ليله قراتها مع عم الشيخ رفعت. وبعدين لا قبل من دي قريت وياه ليلة في مصر. احنا في مصر او ايوه دخلتها ازاي؟ في واحد اسمه كان ايه التركي ولا ما عارف ايه، كان راجل في تركي كده. فجيت سمعني في البحيرة عند واحد صاحبه كان له ارض هناك وريح، لما الميتم ده ريح يعدي. فلما سمعني انبسط، ففي ميتم في مصر جه دعاني. رحت التقيت عم الشيخ السيسي وعم الشيخ رفعت هناك، كل
واحد قرى العصر شوية انا قريت العصر شوية كده العشورة فوق ونص الليل. السر السيسي قرأ دور وانا قرأت دور كان يقرأ دور يمشي دور ورسين ومع السلام وعند السكرتة قرى شوية وانا قريت شوية قبلها. دي كانت اول مرة. التانية كنا في زي ما حكيت لكم الموضوع فالناس دي جاي انا بقى بصيت لقيت نفسي انا قاعد كده بصيت لقيت تليفون جاي من مصر وقال لي كلم مصر وقلت انا قفلت لا جاء اول في ناس عايزينك في مصر. رحت قلت لهم نعم قالوا لي يا سيدي احنا عيلة سعيد الحمامصي في الدولية في المغربلين عاوزينك في ليلة. لا طلبوني في البيت انا كان عندي تليفون في البيت فانا ما ولا كنت اتشهرت بقى وشوية كده في فرنسا وبتاع وبقيت عندي تليفون التليفون سهل ولا لا ده انا خدت التليفون قدمت الطلب بعد ثلاث ايام جم عينوا وجابوا لي التليفون. كان زمان كده يعني ما كانت حاجة عظيمة جدا. دلوقتي لا ولا إذاعة ولا حاجة كان في إذاعة كانت جات الإذاعة لا ولا إذاعة ولا جات إذاعة ولا كان في ميكروفونات ولا حاجة أبدا ولا شيء إذاعة كان وبعدين جيت الدولي أنا بقى أول مرة تقرأ في الخزينة أول مرة تقرأ في العبدين ما أنا ماشي ده الحكاية دي لها فروق ده لما أوضح كان بين إن شاء الله زي دلوقتي نخلص ثاني يوم. المهم ان انا نعم قلت له نعم قالوا لي احنا جماعة الحمصاني اللي هم مش حمصاني بتاع الارضين ناس ثانيين تجار من السودان بيجيبوا في السودان ويجيبوا كذا ولهم بيت في الدولية كده. المهم قلت لهم انتوا ناقصين ده انا بقول لهم والله بالحرف الواحد. قلت لهم ايه الحكاية ده فاضلين اقرب في مصر. قلت لهم انتوا ناقصين ما عندكم سيدنا التكليف عايز سيدنا كريم سيدنا شهر بتاع وعم الشيخ احمد ندى انا مش جاي. قالوا لي يا سيدي احنا احرار وبندعيك. الله بندعيك يا سيدنا الشيخ ايه الحكايه؟ قلت له حاضر بس انا باخد 20 جنيه. قالوا لي اتحرك. ما هو ذاك الوقت 20 جنيه دي ما خدتهاش ابدا. وبعدين كان في ذاك الوقت المشاهير بتوع مصر سيدنا شرف فتاح كان ياخدوا مثلا 5 جنيه في البيت. ما كانش 20 دي كانت في حصلت ابدا. نعم ما انا قلت لحضرتك كلام مع اي نعم المولانا. وبعدين يا سيدي كان في ذاك الوقت عم الشيخ رفعت كان ياخد 10 جنيه في الليله وكان الشيخ السيسي ياخد 5 جنيه او 6 جنيه وكان عم الشيخ فتح برضه كذلك والجماعه دول كانوا كده كانت الاجره في مصر كده. قمت انا جيت قفزت الى 20 مره واحده وانا ما اعرفش الا انا بعدين لما جيت مصر قالوا لي ده عم الشيخ فتاح كان بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد كذا. وكانت عم الشيخ خالد محمود راشد الموجود كان ياخد 10 جنيه في الليله وعم الشيخ محمود البزاري كان ياخد 10 جنيه في الليله دول الكبار. وبعدين كنت طالب 20 جنيه قالوا لي تعالى وانا راجل غريب زي منقول من طنطا الى كذا قالوا لي تعالى روح فين انت؟ وجبت اللي ايه؟ قابلوني في القصر خدوني على البيت غدوني غدوة كويسة قوي ونيموني من حتة نومي في البيت كده شمس جميل وقلت نايم نومة كويسة. وبعدين انا وانا ماشي بيقولوا لي ايه لو اياك الشيخ محمد سلام عليك. قلت يا دي يا دي الليلة الغم ما تاخدوناش. لا لا ايوه لكن كنت معاه لا كنت سهرت معاه ليله وراح ارى العصريه. ما انا بقول لك هو اللي هيسمعها هو هيسمعها هو بس بقولها من باب الدعابه معاه لان هو راجل لطيف وامير. فالمهم ان ده ما يعرفنيش عمر تبصيت لقيت كنا بني حسن في الشرقيه وقالوا لي ده في واحد اسمه محمد سلامه وياك هنا في بني حسن.
حمار وفيها فتح هذه مارسة يا كريم. هي فتح انا بسمع عنه بقى لما كان يظهر مع عمي شرف فتاح كان ياخد منه الليلة وعمي الشيخالي برضو كان ياخد منه الليلة والشيخ رفعت كان ياخد ولا حد شاب في جنبه ابدا من كونه كان يطول ولما ربنا كان يفتح عليه ما خلاص يمشي. فلما كان ربنا يفتح عليك يا سيدي ما تتكلم لهم حضور مثلا وهم ربنا هيفتح عليك. المهم يا سيدي بصيت لقيتني انا جاي عم الشيخ محمد الظهر كان في واحد اسمه الشيخ محمود منصور هناك بني حسن كان راجل يعني ابوه كان مخرج ويانا وكان كويس. فكان لما كنت اروح هناك ويجاجي اساس الشيخ ويمشي مش عارف ايه وبتاع لما جه محمد سلامي ادور على الشيخ منصور ده مش زي راح وراه بقى يشيله الكاكولي ويشيله مش عارف ايه ويروح وياه ويتعمل وانا خلاص اتنسيت. وكنت انا قبل رحت البلد دي قبل منها بايه بيومين بمرتين. فبصيت لقيت عم الشيخ عبد ال خش على طول وبعدين اتكلم. ايوه بعدين حصل التكلم. ايوه وبعدين يا سيدي الله يخليك انا حجاج جاي من السويس. هذا الاخر انا قريت وياه قبل ما اجي مصر في السويس. وبعدين يا سيدي جه انا ودار على الشيخ محمود. يا شيخ محمود فين يا جدع الشيخ محمود؟ قال لي الشيخ محمود مع الشيخ محمد سلام. وبعدين جه واحد قال لي ده الشيخ محمد سلامه اتطور وقام تفتف وقام عمل مش عارف ايه وبتاع وايه. قلت له عمل ايه؟ تطور. بيقول لي واحد صاحب ابن صاحب البيت بيقول له انت بتصلي؟ قال له لا. قال له جبت مش عارف ايه انت مش عارف ايه كذا 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 وصور عليه قوم اتوضى قوم. وراح الراجل اتوضى وعمل وسوى قال له صلى بيه الظهر. قلت صلى كويس. انا اتغديت ونمت في البيت اللي انا فيه وسامع الميكروفون. كان زمان كان بقى ايامها بدا الميكروفون. فبصيت لقيت بيقرا الشيخ محمد سلام. طيب كويس. قمت انا اتوضيت بالعجل خدت بعضي وطلعت رحت على الصوان خلتني قاعد علشان يختم ما يختمش ابدا لغايه المغرب. من العصر للمغرب وانا قعدت كده هو قد دني. قعدت. عليك السلام. فبصيت لقيت يا سيدي فبصيت لقيت ايه؟ هو بقى تم يعمل لغايه يا سيدي ما قرأ المغرب وأذن المغرب والكراسي اتلمت من الصوان وصلي المغرب يا جدع وصلي كذا وكذا. اللي جايبه بقى واحد اسمه مش عارف ايه ابو حسن بيه كان العمده وله كلمه قول يا سلام. اول مره لان هو اللي بقى جاي اول مره تحسبه مش عارف ازاي وبتاع. والغرض انا بقى عملت حساب كانت اخر الليل لان انا فانا قريت اول ليله لوحدي ثاني ليله جنب الشيخ محمد. وبعدين انا بقى قلت يا الله ايه الحكايه. هو جه ارى شويه ان التلت ساعه كده العشاء وارى تفنن ايه الحكايه. طب لا هيقدر انا ارى تلت ساعه صدق الله العظيم. وطلعت انا بقى وقع جنب الدكه. طلعت انا بقى مسكت الدكه تنيت نار لما قلت الفاتحه. ما هو اللي بدا. وانا لما بقول له بقابله بقول له الكلام ده يعني هو اللي بدا. انا اعمل له ايه؟ تنيت نار لما قلت الفاتحه وخلاص. والناس كلها قام هو طلع جنبه عايز يقرا تاني. الناس كلها لمت الكراسي والفطاشين والناس قال هات تقول له هات حمار يا جدع قول له هات اللي تعديل ولبهم ومشهم وخلاص خلصت الليل. فاخد منه سمعت انا ان الكلام ده كنت بسمعه انما لقيت حقيقه. فلما قالوا لي ما فيش محمد سلام قلت لا ده دليل سعودي. ايوه طب وايه اللي احنا بنعمله احنا بقى؟ انا جاي هنا نتبعه نفسنا ولا جاي ايه الحكايه؟ الغرض طلعت اقرا
هو طلع جه على طول طلع على الدكة أنا شوية وأنا طلعت قريت شوية وهو مسك الدكة تاني ويقرا لما بقت 12 لمت مشايخ مصر كلها وقعدوا قدامه وهللوا وكبروا والدنيا هي فوق ايه وايه وايه وانا قاعد لقيت البرد مكانني وبطني مشيت عليا انا بكلمكم الاخر وبعدين انا قلت بقى طلبت اطلع فوق طلعت فوق اخدت الحمام ربنا فتح عليا وكاني مولود جديد حاجه صعبه كده انبسطت اللي انا يا مليل وبعدين انا انبسطت قوي وكده تفرفشت كده وانبسطت كان هو صدق الله العظيم نزلت من تحت التقيت مفيش ولا واحد في الصوان خلص الليل خلص الليل قعدت بقى قعدت بقى لا ما قعدت الساعه بقى 12 12 من الليل لا لا والعيشة كانت على 6:30 يا استاذ وابتدأنا عقب العيش على طول شوف لما يقعد يقرا كان بيقرا أرى دور أخير الأخير ساعتين ونص كمل يا مولانا وبعدين يا فندم أنا جيت بقى على ال بلغه ما أنا بقول له لولها ما أنا عارف أنا في منطقته وهو بيقول لي أنا بقولها من باب صح. التاريخ والحاجات اللي هي كيف بتعمل يعني من ناحية الأداء كان بيقرأ كويس جدا كان بيقرأ لا كان بيقرأ كويس وهو قارئ ممتاز وأنا أحب قراءته للآن يعني أحبه جدا وبعدين يا سيدي بصيت لقيته الساعة بقت 12 وعلى ما نزلت وقعدنا شوية وبتاع بصيت لقيت داخل سيدنا الشيخ مش عارف وسيدنا الشيخ سيد موسى اللي هم انت عارفهم يعني اللي هم دول اساطير الفن والناس وراهم قتلوا هم جايين من الحارة الناس اللي قبلاهم قالوا له ده خلص الميتم قال لهم تعالوا يا هب انا سمعت واحد بثق فيه وقالوا لي تعالى اسمع الشيخ بتاع طنطا ده واحنا بنسمع عليه برضه انما ما شفناش ولا سمعناش تقوم انتوا ايه تسمعه انتوا تيجوا نشوف هذا الرجل ايه ان كان يستاهل نحييه ما يستاهلش او سمعناه وخلاص بدل ما نقعد واحد يقول ده كان واقع عم الشيخ مصطفى في خلصة في الحته الفلانيه وبتاع وكده فجي عم الشيخ سيد واللي راحوا كلهم طلعوا بره جم رجعوا يا ثاني ما فيش 10 دقايق كان الصوان كله على اخره العالم وكانوا واقفين على الباب كمان ما فيش كراسي كانت الساعه بقت 12 ونص 12 ونص من الليل ابتدأت من 12 ونص خلصت 3 ونص هنا عم الشيخ محمد كان لسه جالس وقاعد جنبي لأن هو من دقبه مثلا كان يقول لك ايه برضه لما يقعد وبعدين يلاقي مثلا كده هو يقول لا انا الحارة تاني ما قالهاش قرأت وكان مفتوح وسيدنا الشيخ درويش وقف وقال اسمعوا يا مصر واحد اهو بتسمعوه يعني يكفيه ان والده لوحده لا سمعنا قبله بيقرا زيه حتى ان نقول قلده ولا سمعنا لسه حاجه وطابوه جديد لنجه الراجل عم الدرويش وقف في السؤال على هذا الكلام انا في ذاك الوقت اسمع على سيدنا الشيخ درويش على سيدنا الشيخ سيدنا ابو كذا ومعلم ام كلثوم ومعلم علي محمود ومعلم مش عارف مين وبتاع ودول هم رحت مست ايده وعامل الشيخ سيد موسى باخر مست ايده وقعدت جنبهم شويه سيدنا الشيخ درويش قال لي يا ابني انا مبسوط جدا وانت بتعرف كويس حتى قال لي كان فيه حاجه لحمده غطى عليا كده في ودني وقال لي تبقى تقال كذا وكذا قلت له حضرتك يا شيخ قال لي فتح الله عليك وبقى يعرف البيت بتاعي لما جيت مصر وكان يجيني ياخدها شويه. المهم دي كانت ايه؟ الفاتحه اول دخول مصر. بعد منها باسبوع بالظبط مات خميس ده اللي هو لقوا التسجيلات عنده بتاعت عم الشيخ رفعت اسمه خميس يعني خميس التقوا عنده التسجيلات بتاع سيدنا الشيخ محمد رفعت ده توفى. فقوم قالوا لي ايه
يعني طلبوا لي تليفون ثاني الشنطة. قالوا لي تعالي. قلت لهم ايه مثلا؟ قالوا لي الميثم في عند الخميس الاربعين في حتة اسمها المربيين في السعودية. قلت لهم حاضر يا شيخ. فرحت. قالوا لي يا محمد سلام غلطت. انت تدري لما يجيلك الغرض انا مش قلتان حاجة بقول يعني الموضوع ده هنطول والموضوع ده هتجيبه ليلة واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا ايه الحكاية؟ فرصت لقيت بقى هواياه ورحت بقى ما كانش فيه عصرية قريت رحت العشاء رحت اقرا ابتدات فهود قرأت فهود كلها وابتسناها عم الشيخ يجي محمد سلامة يجي ما يجيش ولو شفته كنت اتحرقها كلها وبعدين انا في قرارة نفسي قلت لو جيه الناس لسه ما جيش لسه ما تبقناش هتصلح عليه وقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا الحارة قلت كده وانت تلقى قلت كده ونخلص الليلة ونمشي وفي الداعي جدا تمشي ده ام دي ما فيش العيسى والناس دخلت وقالوا قولوا قرب قعدت قريت هود كلها خلصتها كان في ذاك الوقت فتوح واحد من الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافة بفصل عنده كان لبسي كله من عندي فتوح وبعدين كان فتوح سميع ولما كنت ليلة ما عجبوش هما قايل كده ومروح تقول انت كنت في باب امبارح او كنت كويس النهارده يعني هو كان كده وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قنوان وسميعة وكان مصطفى اسعد وكان الجماعة اللي هم وكانوا بيجوا ويقعدوا يكون تاني وانا ما اعرفهمش الا فتوح يقول ما تسمعنيش ابدا كنت بفصل عنده كان كل ما اروح يقول لي اقرا الحج اقعد اقول له انت خلصنا التقربان يعني اي سنة ثلاثة وكان الله بيسال عليهم خلاص قلت له حاضر يا سيدي فرحت قال لي يا شيخ محمد سلامة غلطت في سيدي ليه لما يجيلك الغرض انا مش قلتان حاجة بقول يعني الموضوع ده هنطول والموضوع ده هتجيبه ليلة واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا ايه الحكاية؟ فبصيت لقيت بقى هواياه رحت بقى ما كانت فيه عصرية قريت رحت العشاء رحت اقرا ابتدات فهود قرأت فهود كلها وابتسناها عم الشيخ يجي محمد سلامة يجي ما يجيش ولو شفته كنت اتحرقها كلها وبعدين انا في قرارة نفسي قلت لو جيه الناس لسه ما جيش لسه ما تبقناش هتصلح عليه وقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا الحارة قلت كده وانت تلقى قلت كده ونخلص الليلة ونمشي وفي الداعي جدا تمشي ده ام دي ما فيش العيسى والناس دخلت وقالوا قولوا قرب قعدت قريت هود كلها خلصتها كان في ذاك الوقت فتوح واحد من الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافة بفصل عنده كان لبسي كله من عندي فتوح وبعدين كان فتوح سميع ولما كنت ليلة ما عجبوش هما قايل كده ومروح تقول انت كنت في باب امبارح او كنت كويس النهارده يعني هو كان كده وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قنوان وسميعة وكان مصطفى اسعد وكان الجماعة اللي هم وكانوا بيجوا ويقعدوا يكون تاني وانا ما اعرفهمش الا فتوح فتوح زي ما تقول ما تسمعنيش ابدا كنت بفصل عنده كان كل ما اروح يقول لي اقرا الحج اقعد اقول له انت خلصنا التقربان يعني اي سنة ثلاثة وكان الله بيسال عليهم خلاص وبعدين هو بقى لما سمعني في الليلة دي فتوح قلت كلها ويسمعني بقى تمام وانبسط فتوح طبع الصبحية قال لي تعالى لي رحت له البيت وكان فيه محطة كان فيه رابطة القراء رابطة القراء واحد قال لي اشتري في رابطة القراء دي معنا قلت له حاضر قلت انا بنقرا قبل ما اجي مصر مع عمي شغل فتاح مع سيدنا الشيخ السيسي مع الجماعة الكبار دول بس كنت انا بعتبر نفسي جنبهم كتلميذ بسيط جدا وكانوا هم الخبراء الكبار وانا كنت اقعد بقى افتتح لهم الحفله كده كده بس ف حسيت ايش وبعدين لا كنت اقرا وياهم كنت اقرا وياهم في يا شيخ محمود ما تسمع انت ايوه كده قال ده احنا عايزين نلغي لسه كل ايوه لسه شو
وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه ايه اللي انا كنت بقوله انت الله يهدي دماغك قالوا لي اشترك فيها وانت داخل وانت دافع 2 جنيه اشتراك ما خلصت هود ايه والله يفتح عليك اما خلصت هود جه التنفيذ ساعة ونص ما جاش وبعدين جه واحد قال لي عم الشيخ محمد سلامة عم الشيخ محمد سلامة اعتذر ما جاش اعتذر لا والله انا ما خدتش نفسي يعني بقى. المهم انا استريحت بقى شوية وطلعت قرأت دور لن انساه في حياتي انا فرحان اعذار رسول ناس وليه حيوني تحية سميعة فالتقاعد والسميعة لي والسميعة بيحيوني والجو خلي الله يقلي الدماغ وما تقعد ايوه كان والدك كان الاستاذ مصطفى كامل مصطفى اسعد وجهدي والجماعة دول كان ابو احمد مصطفى كان اذا كان مصطفى كامل ده كان الكوماندا بتاع دول كلهم كان سميع من الدرجة الاولى وبعدين يا سيدي قلت انا جيت بقى انا قعدت قرأت الدور الثاني انا كنت فرحان بقى في الوقت دي مش فرحان لعدم وجود محمد سلام لا فرحان يكون انا شايف ناس بيحيوني تحية ما سمعتش التحية دي خالص من حد ما سمعتهاش في اي جهة من الجهات واللي قاعد يقول يا سلام ده طلع من البيات راح الصبا انا ما اعرفش في الوقت ده اي نغمة اي حاجة ولا اتعلمت اي شيء بلا تفضل بصيت لقيت بيقولوا بقى ده طلع كذا وكذا وكذا وبصيت لقيت من ده ضرب الليلة كان هم بعيدوا ورايا المهم بعدين صبحت الصبحية طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطة القراء ايوه الا لازم كان فيه يمكن ثلاث ارباع فقهاء مصر كانوا موجودين في ليلة خميسي لان هم سمعوا ليلة والدولية وقالوا كذا كان خدت لها جو فجوم هم في الليلة دي برضو قالوا حيوني لدرجة ان واحد شيخ عبو الام قال لي ايه والدي انت كنت فين ويجي فين انت فين انت لسه عايز انت لسه مش عارف ايه المهم رحت اشتركت فيها في رابطة القرآن رابط من جنيه وهياد ست لقيت من زايد برضه في ليله كان هم بعيدوا ورايا المهم بعدين صبحت الصبحيه طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطه القراء ايوه اذا لازم كان فيه يمكن ثلاث ارباع فقهاء مصر كانوا موجودين في ليله خميسي لان هم سمعوا ليله والدوديه وقالوا كذا كان خدت لها جو فجوم هم في الليله دي برضه قعدوا حيوني لدرجه ان واحد شيخ عبد الوهاب قال لي ايه والدي انت كنت فين ويجي فين انت فين انت لسه عايز انت لسه مش عارف ايه المهم رحت اشتركت فيها في رابطه القراء دفعت 2 جنيه والرياض دفعت الرياض كمان بتاع الاشتراك وال 2 جنيه دول يعني زي ما تقول مساعده فجت الرابطه عملت ليلة في سن الصوفي في وعد الشيخ عبد العليم خليفة رحمة الله لا لسه موجود لسه موجود الله يمسيه الله يمسيه الخير الشيخ عبد العليم خليفة ده كانت سنة يا سيدي ما اعرفش سنة لا 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 كانت سنة 44 لاني عكبها رحت السرايا اقرا على طول على طول ها خصم لسه 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 اكل سرايا عبد الفيح بعدين يا سيدي رحت جيت رابطة القراء عملت ليلة من ناس كل دي النبي فدعوني وكان فيها فتوح من ربنا لما ربنا بيهد الشيء بيقول له كون فاكم في كل ما يشيء فالليلة دي خد الجو صباح الصبحية كان الملك فؤاد جاي يصلي في سيدنا الحسين لا فؤاد كان لسه لا يا سيدي لا يا سيدي بل الملك الملك فاروق الملك فاروق الملك فاروق كان سنة 44 لأن فاروق توفى سنة 36 فؤاد فروحت أنا على فين؟ على سيدنا الحسين وقرأت بقى كان فيها فتوح
طبعا صوفيا الملك فاروق لا يسلم سنة حسين فبعتهم يسميها بتوعي بقى ام كان واحد مش عارف اسمه ايه للسرايا عاوزين الشيخ مصطفى اسماعيل يقرا صوت الكتاب السيد الحسين امام الملك. فدوروا عليا وبتاع لقوني. قلت لهم سيدنا الشيخ محمد الصيفي كان موجود في ذاك الوقت. انا هربت ورحت لاني انا من يومي اخاف من المشايخ الكبار، يعني لازم الواحد ما يعتديش ما يعتديش. فقمت هربان ومشيت وسافرت ورحت. مراد ده محسن قال عايزين الشيخ ده يجي فبعتوا لي الشنطه. ورحت سرايا عبد الدين لقيت الجيش تابع سرايا عبد الدين. سرايا عبد الدين كان يقول يخش كده كان زمان يقول الشنطه اللي يتسجل كده يضربوه بالرصاص. طب وانا اللي هروح فين؟ انا دي اول مره بقى اخش السرايا. اول مره اخش السرايا. وبعدين بصيت لقيت يا فندم مراد ده محسن قال لي فيه ذكرى بتاع الملك فؤاد يوم 28 ابريل وعايزينك تيجي فيه. قلت له حاضر. قال اكتب العقد يا محمد بن سالم اكتب العقد. ورحت خلصت اللي لا عقد علشان اجي اروح بدل ما يرتبط معايا وانا ما اروحلوش لان لي شغل رسمي. لا انا اللي هقول لك اللي هقول لك انا خدت فيها ك والله مش متذكر يعني برضه لا انا ما صهرتش مع سيدنا الشيخ محمود الجمبري ولا كنت ايوه بس سمعته في ميثم في ميثم سعد باشا. لما مات سعد باشا رحت علشان اتفرج هناك الميثم العصريه رحت التقيت سيدنا الشيخ احمد ندى الشيخ محمود الجمبري والشيخ سيدنا الشيخ عبد الشافي ودي اللي انا شفته. وبعدين التقيت العصريه بيقرا سوره الانبياء هو ويقول ايه؟ لا نسأل عما يفعل مين ده؟ بدري 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 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون وهم يسألون. هو عمل دي ما كانش فيه واحد قاعد على كرسي ايه كانت قراءته كده كان زمان وكان بيقرأ مظبوط وكان بيقرأ كويس. ده اللي انا سمعته ده اللي انا سمعته منه سيدنا الشيخ البربري انما ما قراتش وياه. احنا كنا فين وقفنا؟ في ابراهيم والعقد ورحت قريته. كان الملك ايران ايران كان توفى ودفنوه في الرفاعي وعملوا له لبس 40 هناك ودعوني فيها رجل سرعي لان سرعي كانت بتعمل الشغل دي لان كان في نسب جديد وبتاع. وقرات تلك الليله صوتي ما طلعش قوي في الاول وكان مبلغم وحالت عبره. وبعدين انا قريت شويه برضه كان جميل يا سيدي في ناس تلك لا 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 مش هتفتح افتكر لا في الذكرى بتاع ال الملك فؤاد الاول كان سيدنا الشيخ عبد الفتاح او ما اعرفش كان سيدنا الشيخ السيفي السيفي. وبعدين بصيت لقيت يا فندم جه لسيدنا الشيخ ملاوي في الاربعين بتاع شيخ ايران فرحت قريته. وبعدين مشيت بقى رحت جيت في رمضان فبصيت لقيت جه لسيدنا الراس كان في واحدة قريبتنا توفت في البلد ورحنا فيها العصرية جايبة لي واحدة جايبة لي تل الراس وبتاع تل الراس قالوا لي احضر احضر باكر لمقابلة مراد باشا محسن في سرايا عبد الدين. يا خبر كلمت طول الليل انا طلعت جنيه جيت في المية دي يعني لما جيت في الاربعين بتاع ملك ايران كنت انا الصوت ما طلعش وكنت مبلغم وعملت ابره نزلت قلت بقى يعني كده هو الحكايه. كان هو بقى الملك سهر سنه 44 وكان عم الشباب بتاع رحمه الله عليه وكان الشيخ ابو العين الله يمسيه بالخير كانوا الاثنين في واحد في بورسعيد في سنه 44 كنت ماسك 12 ليله في بورسعيد وكان في رمضان ورا بعض في بورسعيد. واحد اسمه حسن البنا رحمه الله عليه يا اخي كان بتروحش مصر ليه؟ انت قاعد هنا مقهور انت مش عارف ازاي ما بتروحش على الدين ليه؟
تراي عديه يا اخي وتقدم من سنة خبر. عندي روحي في مصر وتدنا اتوه. انا روح مصر اتوه انا في ناك انا في ناك انا قاعد. تاني سنة هو اسمعني في تراي عديه. فروحت بقى ليه قال لي عايزينك في رمضان. رحت صلاة عديه. قال لي عايزينك في رمضان. حضر فن. قال لي السهرة في في ايه في السهرة في راس التين. خلاص انت طيب يا سيدي وياك الشغب العلمي صير وياك سنة جه تاني سنة جه مردة المحسن معك قال لي رأيك ايه في الشيخ عكاشة قلت لي الشيخ عكاشة راجل كويس قوي قال لي انا سمعته وانبسطت منه قلت لي الشيخ عكاشة كويس فقالوا فيك نبعت نجيبه يا محمد سادم قال لهم فهو اتكلم مع عبدين علشان يجيب الشيخ محمد ايه عكاشة وقال له في البيت بان الشيخ سراية عبدين طلباك تروح وهو في اسكندري هو كان بقى سراية عبدين افتكر بقى لسراية عبدين قالوا له كلمونا جماعة من عبدين هم بس هم كلموا الراس التيري لعبدين عبدين تتصل لهناك فراح على عبدين راح هناك وقعد قالوا له مش هنا هم في راس التيري قال انا كنت في اسكندري الغدا صباح جه واتفقوا معاه وسهرنا سوا جيه ثاني سنة قبل هو الشيخ طه سنة 47 افتكر وبعدين جم ثاني سنة قالوا لا خلي بالك طيب وبقى مين يجيبوا هيك الشيخ الشيخ منصور الشام رأيك في ايه فبعت لحيدر باشا حيدر باشا قال لي كذا وكذا كان واحد اسمه قاسم بيه كان رئيس السرايات كلها رئيس عبدين ورئيس راس التين والجماعة دول كلمني علشان الشيخ محمود جاي يسهر معايا شرم لي بس وعمل لي فطار كويس وعيصني قوي وقال لي اعمل معروف عايزين نسهر وياك السادات قلت له طيب حاضر يوميها بالذات طلبني حيدر باشا بالتليفون الظهر قال انا عايزك بعد الظهرية تجيني ضابط حربيه رحت له لان هو كلمني وسالت على مرد باشا وكان عايزين ما تقفلوش الظهرية هناك خدت بعض وروحت فروحت الحيدر باشا مع اللي الساعة 6 مساء قال لي عايزين نجيب وقت الشيخ منصور رأيك في منصور كويس قوي قال لي روح قول لهم في عبدين وحيدر باشا ده كان جبروت حيدر باشا كان ليه غير مين يقدر في سكته ويقف ولا بتاع ولا سكته ممكنش وبعدين يا فندم بصيت لقيته قالوا طيب خلاص يجي واتفقوا مع الشيخ منصور كلموه كده منهور راح واتفقوا معاه وغرفة الحكام ادي السبب في اني انا رحت على ايه على عبدين السبب وجودي في عبدين وكانت الظروف كان زمان فيه هدوء وكان فيه سكينة وكان فيه روح للسماء وكانت ناس كويسين وبعدين بقى حكات كتير قوي بعد الثورة بتاع الملك النادر غير الى كان الملك بعد ما خشيت سراي عبدين وسهرت رمضان وكانت الصهرة تذاع في تذاع ابتدت بقى طبعا الشهرة تبقى مش محلية وبس تبقى عالمية اول سفرية برا مصر ابتدأت الشهرة عالمية بقى دلوقتي خلاص طلبوني ناس من اسوان وطلبوني ناس ما مش عارف منين وطلبوني كذا وكذا وكذا يعني كانت عالمية طيب هنفضل على اول رحلة معك في موجات اذاعة القاهرة دخلت ازاي هل دخلت لجنة بس لامتحاناتك في الاحكام وفي التلاوة وفي التجويد وما الى ذلك ولا دخلت بأي طريقة يعني نحكي قصة دخولة في الإذاعة بعد ما سهرت في رمضان عند الملك فاروق الإذاعة طلبت في السنة أياميها لما صبوا 45 سهروا سنة 47 في 60 وكان في عبدين سهروا 45 46 في عبدين وفي ذاك الوقت كانوا يطلبوني في الاذاعه بتتهرب مش موجود من سنه بتاع مش عايز اروح لانه الساعه ما تكفينيش لان انا في ذاك الوقت كنت لما اقعد اقرا
انا عاوز نص ساعة ماشي صوتي. ماشي صوتي. وبعدين انا بص لقيني انا مفيش حاجة زي كده. فانا مليش دخل انا بنص ساعة. فبصيت لقيت ان ايه. كانت تراوي في الاذاعة في البداية نص ساعة. لا اذا كانت هم عايزين هكا في البداية نص ساعة. نص ساعة. وكانت. لا ده كان في رمضان القصر كان اخر حاجة كان 50 دقيقة وخمسة وخمسين دقيقة كانت. المهم ان الاذاعة كانت تطلبني ولما جيت سهرة في عبدين سنة 47 كانت في اوروسوس ولهاليب لهاليب الله في الارض وكانت نار مصر. فروحت للسرايا قلت له يا سيدنا انا الدنيا موتني وانا ماليش بيت هني وانا واخد بيت في المغربلين والدنيا حر فيه خالص وحاجة مش كويس. اسمه مرباش قال لي طب ايه اللي جنبك على كده وروح في جبل. قلت له انا عندي جبل. قال لي تمالك روح واحد هيقابلك على الباب بتقول من هنا على طول هيجي. قمت رايح على جبل التقيت المدير وهو قال لهم ده راجل الملك ضيفنا جاي لكم الشيخ مصطفى اسماعيل ضيفنا يعني. والملك كان له دور بحاله الدور الاولاني اللي يطل على الشارع لكن كل دي تبع الملك ضيوف الملك ضيوف الملك مقفولين محدش يخش. فدخلت رحت على البتاع ده شبر وانا طالع على السلم لقيت واحد المدير بتاعه والمدام بتاعته وشعبة وردي كده واقفين. قالوا لي انت شيخ مصطفى كانوا يكلموا عربي. قلت لها فندم. قالت اتفضل. طلعوا قدامي ودخلوني الصالون بصالون وبأوضة نوم بسريرين داخلهم حمام لوكس العالمين والتليفون في الحمام وتليفون بين السراير وتليفون في الصالون ودلاب في الصالون اللي قال عليه ده التليفونات شغاله معاك ما هي فيها حراره ما في حراره. بصيت لقيت يا فندم بصيت لقيتهم بعد طلعت فوق ايه انت وش دي اخوان يا خبر السوي ايه يا واد الحكايه يا اسد انت هنا المغربلين وأخويا الشيخ محمد قاعد لما تتألم دماغه هناك وكان يجيني ويبتمتم على الباب مش عارف ايه بقى اتغرق. نمت كده وانبسطت كده وفرفشت وظهريا كده قمت قايل بقى مدركات رحت على السرايا نفطر لان كان الفطار في السرايا المعية الملكية وكانت يرقص السفرة كبير من كبراء السرايا يا اما مرده محسن اما كبير الامناء اما رئيس الديوان الملكي اما كان احمد باشا صادق كان رئيس الحرس الملكي فا ابو محمد صادق ده كان هم دول يا اما ده يا اما ده يا اما ده بالدور. ونروح نفطر وننزل شويه نقعد تحت بقى شويه نصلي المغرب والعشاء وعلى السهره. كانت دي بقى وقعدت في شهر رمضان طول في البتاع دي. يوم الوقفه اترميت تقدم حسين الشبكه طب ولا سبت الملابس بتاعتي هناك سبت الملابس بتاعتي هناك وبعدين كنت مروح عايز عند عيال وارجع. رحت بقى يوم الوقفة لوحدي وعلمت على الاولاد وقعدت كان يوم جد طبعا عارفين هم عارفين يعني مكلمين التليفون وبقيت ابعت اجيب مراتي البيت معايا هناك برضه مفيهاش حاجة ابدا لان ده شريرين يا فندم واتقتل وشرب هناك زي ما انت عاوز ولا حد يسالني هدوم مغسولة مكوية 24 قرات ولا حد بيقول لي ست الثلاثة كام. لا ما انا اللي هقول لك الاخر وبعدين انا بقول لك ايه كثير من الوالد اللي يشوفك خارج معه قلت لك المنام مره قلت لك بس انا ما كنتش عايز اقولها انا فاكرها هقول لك انا صليت الظهر ونمت فكلمت بالتليفون عندنا في البلد بقول فين ست كريم قالت لك الدليله بتاعت البنايه مش عارف كانت ست بتاعي بنطية ومتربية وكذا وإيه ساوي تقول يا ربي إني حبتي
بقى مرات تنزل تروح تجيب التبن وتحطه قدام ابراهيم وكده وكده تلاقيه ده. فانا قلت يا ربي اذا كان ابويا عايش وبعدين انا يعني كان ينبسط وكان يفرح بيا وكان ينبسط قوي. الغرض نمت والدموع في عيني وكنت اتمنى ابويا يكون موجود يشوفني بهذا المنظر. فرأيت في الرؤية والله اللي حصل وحياة القرآن. قال بره الصور كده في مصلية ابويا قاعد فيها. فبصيت لقيت خرج من المصلية كده دي وكده وانا جاي من صلصة كده من عربية عنصور. عندي عربية عنصور بخير بتاع. فقمت نازل قلت له يابا في الرؤية اللي عايز اتمناها ابويا يكون موجود. قال جت في المنام وكأنه موجود. قلت له يابا يا سلام تعالى يابا انت نازل ما شفتي يعني ما تدخلش جوه ليه؟ قال لي انا جوه انا عارف. قلت له خسيتش جوه وشفت الخير وشفت انا عندي خير قوي عايز فلوس يابا؟ قال لا ولا حاجه. قام هو حضني وبس من هنا ومن هنا ورفع ايديه للسماء وقال اللهم افتح عليك فتوح العارفين بالله ويعينك يا ابني على اللي انت فيه. بهذا بالحرف الواحد افتكر الشيخ محمود اخذ لك الحكايه بالظبط ولا في حاجه؟ يعني حاجات زي كده. الحمد لله. المهم يا سيدي كانت الرؤيه دي موجوده في البتاع ده. لما خلص رمضان ورحت عيدت ورجعت تاني انا عايز بقى اعزف. قال قادر عايد على بعد ثلاث اربع ايام. قعدت برضه ثلاث ايام قلت له يعني هي الحكايه رمضان فلما خد ثلاث اربع ايام ما فيش فيها ايه. الغرض رحت اعيد بقى لما جم فات العيد وراحوا بقى هناك الصلاه ورحت قلت للمرداش يعني انا شاكر جدا والف شكر لك وكتر خيرك بس انت علمتوني فخفخه قوي والبتاع وانا هسيب دلوقتي شبر وهروح فين ده عبد انا بهزر وياه علشان ينبسط يعني. قال لي المغربيين حفره قلت له حفره انا خليك تعز وحد قال لك اطلع خليك هو حد قال لك اطلع وروح اقعد كل واشرب ونام ويغسل لك هدومك وهالك وانبسط وتنك كده مبسوط انت ضيف الملك ولا احنا بندفع لهم حاجه ولا دول بسوق السرايا بياخدوا منا كل سنه قد كده بشركه وتضيف لك وانا كان يجيني الاكل مخصوص الاقي الاوضه الصبحيه بتاعت نطلع وارجع الاقي الورد محطوط على كل ترابيزه الاقي مرات المدير جايه بالكلب بتاعها وكان بيتامر كده هو في وتيجي وتقعد معايا وكان المدير يجي يسهر معايا ويقعد معايا كان راجل يعني مبسوطين. كان نفسي قاعد من سنة 47 ل 52 لغاية ما اتحرقت لا تعرف يا تعرفوا اسمعوا 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 الحكايه دي اسمعوا الحكايه دي. قبل ما تتحرق شبر وتتحرق القاهره في الحته دي كده بست ايام كنت شارع عربيه فرت كتير ومراتي معايا قلت لها تعالى اما نمشي كده في الزمالك كده شويه كده في الزمالك لقينا شقه للايجار. كان زمان كل واحد يكتب شقه ايجار دي طلعت شفتها قلت لها كويسه قلت لها اسكن سكن وقت انا معايا فلوس بقى الفلوس كترت وشهرها وبقت قد معدن انفراح 12 جنيه ونزل على التخفيض بقى بسبعه ولا بثمانيه من عادي. المهم اني انا رحت على محب فاشيلي قلت له انا عندي صالون وعندي اوضه صرف كنت بتروح معايا قلت له عندي اوضه نوم افرشه. نعم لان انا اللي رفعت البيت ارفع الاجره انا اللي بقيت اعمل 20 ورجعت قلت 30 ورجعت قلت 40 بقت هنا بقت الليله بتاعتي ما زادتش في طلقه في ذاك الوقت ايام ما كنت بسهر عند الملك والبتاع دول ما زادتش عن 30 جنيه. كنت باخد 30 في مصر انما بره 70 80 60 70 80 حاجه زي كده كنت ماشي بره. وكان ذاك الوقت 70 80 كانوا يجوني خدامي يا استاذ اشتري في الرشيد. ايوه رحت للرشيد اللي شافه هو في الترح وجيت فرشها لي في 24 ساعة. كانت كنسة وكنت كويس وسجاجيد فرش وستاير وعملت كل 24 ساعة. كانت جاهزة. ما
مرات ما روحتهاش كده اقول بقى ايه وضع حلم العيال قالت روحت اجيب شويه هدوم واجيب هدوم واجيب شويه حاجه بتاع العيال وكده. طيب روحت وجت. وبعدين يا سيدي قعدت بقى البتات الخايسه بتاعت شفت طلعت قبل حرق البتاع اللي هي دي ست ايام ست ايام. وفي الوقت اللي اتحرقت فيه القاهره كنت بقى نايم لسه مراكش. ده كان الوقت كنت بقى نايم. المهم طلعت انا كنت في الفيوم صابح الصبحيه نهارها ورايح الفيوم وشايف شبر بتتحرق ورايحين على 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 الكونتيننت اللي حرقوها. في واحد اسمه احمد كان متزحم الحركه بتاعت الحرق اسمه احمد علي. قلت له يا شيخ حرام عليك ده كنت انت ده اصلا له كده وكده. قال ايه يعني انت قال يحبنا قوي سميع. قلت له لا احنا بتحرقوهاش. قال لي تعالوا هنا بعين وخدوا وراحوا في حته ثانيه وسابوها. تعرف هم كانوا العين يحرقوها. المهم ان انا ايه وبعدين قلت له بحوالي مصر فتاه اول سفريه دي خارج الجمهوريه خارج مصر يعني خارج الكوفة. اول سفرية ليه دي كان بيروت. دي بيروت. وكان الداعي واحد اسمه محمود عساني. روح فين لك. ها? لا بقى سنة كنا وصلنا هاتي دي من سنة 52. طيب كل فضيلتك وعايزين الاجابة عليها مفيدة ومركبة. هنسأل مين القارئ اللي تعتز بيه وتعتبر نفسك استفدت منه بتوجيه او بنوع من التأثر بيه او حاجة زي كده. الاجابة مركزة وفي دقيقتين مثلا او ثلاث دقايق. في القراءة او في اي تصرف اعجبك وحبيت تلتزم بيه في تصرفاتك وفي حياتك. انا اقول لكم بصراحة كان في واحد شطاطة في الشيخ عوض وكان في واحد شطاطة اسمه الشيخ محمد عامر. الشيخ محمد عامر ده كان استاذ وكان استاذ كويس قوي والشيخ عوض كان خارج كويس. بس لما جيت مصر انا كنت احب اعمل شافة اعمل شيخ رفعت وعمل شافة الساح كان يقرأ دور كويس قوي كان يقرأ دور كويس جدا وكان الشيخ رفعت كان كنت بحبه جدا بس ما تأثرش لحد منه. انا كان لي طابع خاص الطابع ده بقرأه لغاية دلوقت. لو سمعتيه سنة 40 او 35 او 30 تلاقيني بقرا دي كده. بس ما كنتش ادري دي رقم ايه دي رقم فين دي جاي منين ما اعرفش. اللي علمني السميعه اللي علمني ازاي دي وازاي دي وازاي دي. هنبدا بقى من القراء القدامى اللي من المدرسه المعاصره لحضرتك. يعني اسم القارئ والميزه اللي كان ينفرد بيها. اسم القارئ والميزة التي تعتبر انها موجودة فيه ولا توجد في غيره. انت تحرجني الكلام ده ما عنها ولا دو اي لا يا فندم يا خبر لا 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 شوف اسمع انا بسمعهم جميعا والله مش محاباة او نقولها كده اتخلص من هذا السؤال الا اني انا بحب اسمع كل واحد. انا مرة بيقرأ عن الشيخ علي حسين في كان هو دايما يقرأ الصبح وفي يقرأ في سورة الانفطار وبيقرأ وجاب جواب جميل وانت داعي ولادي بيحسوا بقى ان انا ايه في نايم ولا حاجة. كان موطين بتاع ده انا سامع بقى لما سمعت وكان بيقرأ عن الشيخ علي وحوض على يا ايها الانسان ما غرك بربك السكين الذي خلقك فسواك فعادلا والله في اذني الان ومبسوط جدا من يا ساتر. فتحوا عليها الاوضه قالوا لي مالك. قلت لهم لا ما فيش يا خساره ونيجي على طول لان كان زماننا مش اعاده
يعني مش بقولها علشان قاعد بالشيخ ابن مصطفى ولا حاجة. يعني دي بسطتني جدا وكنت انا مبسوط. والشيخ محمود البلد ده كان في اول ما طلع كان يعني كويس ومازال كويس للان. لا يعني كان في اول ما طلع كان بيقرا حلو كده وانا كنت بستمع اليه وكنت بحبه جدا. شيخ رسمته ولا فين؟ ده كان بيقرا الاذاعه يعني اهو. اه مع اصلا عفريت ده. نعم. لا ده كان عم الشيخ علي كان صغار وياي في المنوفية عند عيلة اسماعيل ترابي. وجه هناك كانوا بيحبوه. هناك شيخ قراء بيحفظ قراء كان ينبسط في القرآن عم الشيخ علي قوي ولا انا ولا حاجة. وبعدين واحد جاي يسمع كان بيقرا سورة يقتل الإمام متعمدا فنداء لنا مخلفة ربما على الإله وصلت النساء. وكان عم الشيخ علي عروفه حلوة كان بيقرا كويس. إن الشيخ قاعد متطور لأنه هو بقى بيعلم والعين منين والقف منين واللم منين وشغلها نفس شغلها. وعم الشيخ علي كانت حروفه كده كان كويس. فقعد يقرا وبعدين وصف له ان فيه عندنا شباك كده وفيه عجل كده صاير بيقول عم عم الشيخ علي قال لي الحد صاير هنا. طيب وصية حضرتك وصية خلاص تجارب لقارئ جديد ناشئ تصفي واحد يعني دخل إذاعة جديد وبيشك طريقه في الحياة لخدمة القرآن الكريم وحصيلة التجارب بتاعة حضرتك عايزين لا صحيح ده كلام انا عايز اذيعه كلام نستفيد به فارجو ان احنا نلتزم الهدوء لانه دي جلسه لا تعوض ويمكن انتوا فاهمين ان دي كلام بينكر كده والسلام لكن دي جلسه عظيمه جدا وعايزين الخبره بتاعه الخمسين سنه اللي مولانا مر بيه يركزها لنا ويستفيدوا منها الكلام. قارئ جديد تنصحه بايه؟ أولا أنصحه بتقوى الله أولا ويتقي الله في قراءته ومخارج الحروف تكون مضبوطة ما يتلعبش ما الحروف ما يحرف فيهاش لأني بسمع ولا أنا مثلا يعني أجيب سيرة حد امبارح كنت بسمع وحاجات كده وبتاع ولقيت واحد يعني حرف خالص يعني لا صح ان يعني يكون موجود شيخ ويكون مثلا موجود من سيادنا الافراد اللي كانوا بيعلمونا زمان وده لازم كانوا يقولوا اضربوا بالصلاه او ويعذب فانا انصحه بالحروف تكون مظبوطه والوقف يتعلم يكون مظبوط ويتقي الله في القران وقبل ما يقرا لازم يكون عنده خشوع وتواضع والا لا يفشل لاني انا والله لغايه وقتنا هذا بخش الحفله واليوم اللي تلاقيني فيه الكهرب يكون عندي سهره في الليل حي ولدي ببقى حامل همها وقاعد حامل هم الليله وقاعد حامل السميعه وانا عايز ارضي الله وارضي ربي في الوقت نفسه وبعدين انا قبل ما اقرا تبص تلاقيني انت تلاحظني وانا قاعد كده يا رب اقبل مني ما اقراه اللهم اجعل القران لنا شفيعا واجعل القراءه لله سبحانه وتعالى واقبل مني يا رب ما اقراه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا حلو بركاتك والواحد انا بقول القارئ اللي ما عندوش ايمان بالنغم دي لا يعد قارئ هقول لك ليه هو بيمشي مظبوط حروف مظبوط والوقف مظبوط والابتداء مظبوط صوته جميل وبيقرا ببياتي ويطلع من البياتي على الصبا
وبيطلع من الصبع على كذا وبيقول كذا وبيقفل كذا وجدح وحلو وبيقول كويس. دي حرام. انا قلت انا في فوتوغراف عملت جلسة فوتوغراف ورحيت اسمعها كلكم في الحسيدي يعني ورحيت تسمعوا مني هذا الكلام قلته بالضبط وقلته بالحرف اللي انا بقوله ده. قلت القارئ اللي بيقرأ بالنغم يقرأ زي ما عاوز بس على شرط ان القرآن له حدود وقت سليم ابتدى سليم الحروف مضبوطة لا يغير من كلام الله شيء لا يتلاعب في نفس القرآن لا مش مضبوط وبيقول النغمة يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي النغمة بس ما عندش عارف قرآن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وبعدين انا اروح ابص الاقي شيخ راح الكويت ويقعد يقرا هناك يجي مكاتبين الغرائب يسالوه عن مصطفى اسماعيل ويقول مصطفى اسماعيل راجل فنان بس يتلاعب في القران وبيغني في القران. طب انت ايه اللي عملك يعني انت تمسك على مصطفى اسماعيل لما تسمعه ولا لا 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 ما فيش لا لما تسمعه لما تسمعه تسمعه وتشوف حروفه وتشوفه بيقول ايه خليه يقول بياتي وشوري ورد وصبع وكله. انا لما امتحنت على الشيخ لما جيت اقرا سوره في الازهر تعرف ايش التاريخ ده. انا ما قدمتش في وزاره الاثار علشان اقرا السوره. اللي قدم واحد اسمه فهمي وواحد اسمه الشيخ احمد شكرين حاج راحوا قدموا طلب وزاره الاثار باسم واللي كاتب طلب الماضي مصطفى اسماعيل. ليه الشيخ المقاري قال لك دي فرصه كويس اللي هو الضباع قال هاتوه طلبوا لي التليفون وقال كذا وكذا عايز يختلفني. انا زي ما قلت لكم طول حياتي ما عنديش اسعد من اني انا واحد يكون شيخي راضي عني. اسعد يوم ما اتكاش عليه واغضبه حتى انه يجي عليا. ودول ناس اصلهم متصلين بالله وناس خدموا القران ولهم فضل واحنا بالنسبه لهم لا شيء. مثل سيدنا الشيخ الطباع مثل سيدنا الشيخ درويش مثل سيدنا الشيخ زيد وبيد من كمان سيدنا الشيخ لا سيدنا الشيخ الجليتي سيدنا الشيخ عبد العزيز السحار الجماعه دول لهم فضل لهم فضل. ما نغضبش دول ابدا لازم يقول لنا بخير. فدي واحد قال لي انت راح تقدم وتروح للطباع ده لا عايز يعمل فيك ويعمل كنت مراضي لو كنت مقصر لا هقول له علمني سمع لي ختمتين ويكون راضي ويكون راضي واستفيد. قال لي عرفت عليه ايه؟ قال لي يا اخي لو رحت السرايا صحيح السرايا لما جريت بعد انا ما رحت سنة شهر الله من ضمن التعليم شهر بتاعي قاضي وصلت لقيته قال لي انا بحاجه معاك قلت له تعالي لا دعاش قال لي تعالي قلت له حاضر رحت. قال لي شاف فتاح قال لي تعال قلت له انت رايح فين؟ قال انا رايح عند الشيخ وياك تشحن الصباح ده انا جريت بكذا وكذا عايزين يسقفوك ويوحلوك وده ما يصحش وده كذا وكذا واحنا ماشيين. قال لي يا اخي ما تجيش تدخل على البيت خليه يدوني تليفون خليه يخلص من ضبط العقاب ويجيب لك الدنيا دي كلها. قلت له لا انا عايز اروح لسيد الشيخ نفسه اللي كنت مقصر يعلمني. ورحت له قال لي السيد عم يشحن لهم كهرب كده. قال لي السيد لما شافني قال لي انت عمال تقرا لي ومستخر مستخر مستخر. قلت له انت هتعلم يا سيدنا الشيخ انا على كل حال يعني تلميذ لسيد اختنا هذا وقابل للتعليم هي تبقى كذا. قال لي يبقى كذا حاضر. تعلمت منه برضه حاجه زي كده لاني انا ما كنتش عارف يعني مستكر كنت اقول مستكر ما مش عارف اخر ايه عمال اقول وفهمني من ضمن التعليم. وهنا الواحد ما يتعالاش لازم يقرب كل شيء لان انا بكلمكم حاجه للتاريخ. فانا لما قال لي استخر وبعدين قال لي لا هي مستقر وكذب وتبع وهم كل امر مستقر لانها مشدده حضرتك. وقال لي قال لي سيدني فتح الله عليك وهي لي فاكر. قال لي ربع مش هتساعد جنب كده. لا قريت له عكس الوقت ما هو ده ربع. ما الربع يعني بقى ايه؟
لحاكل قال لي ربع لا قال لي ربع قلت له حاكل ربع قال لي وترى الشمس ايه وترى الشمس اذا طلعت تزورا فقرأت اي تلك مبودة قلت له بكده ولا لكن قال لي مبودة اخر صوت منه كل عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قرأت شوي وجاب لي كويس كده من هدول العشور اللي بقولها من الشيخ وبعدين جه قال لي طيب قول ومن يعش عن ذكر الرحمن عم جاب بتاع القاضي قال لي زي بقى بتتمسى بقى بالطبع ولا صبح ايه اجاري قلت له لا نقرا برضه قرأت له ايتين ثلاثة قال لي كويس خالص طيب يا سيدي انت بتعلم بزيادة بقى وما تقابش ايه للدماغ كويس كده قال له طيب شيء زي بعض قلت له ولع السيجارة بقى قال لي ولع السيجارة ولع السيجارة كتب قال لك يعني كذا وكذا واللي كتب وكتب خلاص يعني معناها انه يقرأ الصوت ونجحني جه حتى ايه يا دلع اللي انا عايز اقوله ايه هو سألني قال لي انت بتحفظ ايه من النغم هنا بقى السؤال اللي ما اقولكم يعني قلت له والله النغم ده هو يعني متعلمت بدين يعني لما اقرا قال لي تبقى اقرا لنا شويه كده مياتي قرات مياتي قال لي تعرف تقول سيكا قلت له قرات سيكا قال لي تعرف تقول مش عارف ايه قلت له قال لي نفسي كويس خالص كده بس طيب انا مش عارف ارتاح وامي قعدت شهر انتظر من غلط الاخواف تبعت لي تقول لي تعالى اقرا الصوره ولا تعبت ايه ولا سويت ايه ما فيش اتاري المشايخ هنا كلهم طلبوا النقله الى الازهر اللي هنا واللي هنا واللي هنا عايزين يجوا الازهر وده بوصه وده بوصه وده بوصه وصلت لغايه ما راحت الامير محمد علي بعد كده ووصلت كمان لغايه ما جه فيها كبت من بشوات ووزراء وبتاع وبعدين قال لي واحد جاي قال لي الله يرحمه ويحسن اليه مش اجتماعي الاجسام قال لي اسمع بقى قلت له نعم قال لي انت هتطلع السماء تنزل الارض هذا من الاثنين انت قاعد ساكت الصورة هتروح منك وبيشنوا عليك وبيقولوا الشيخ الضباع بيقول كذا وكذا وما انساش ومش ما انساش لا ده كان فيها سيدنا الشيخ الاول سيدنا الشيخ البوليس كان فيها افتكر فيها او سيدنا الشيخ نعرف كمان بعده سيدنا الشيخ مش عارف يعني اللي كان شيخ كتير وكان الازهر ده بركه فيها اول تعيين في الازهر على طول ولا تعيين في جامعه ثانيه؟ لا في الازهر على طول وبعدين انا من ضمني لما الكلام ده قال لي روحت مغموض انا مش عايز ارجع لاسرائيلي كانت مراتي سنه واتجوزتها 31 قالت لي بأني انا رايت لك رؤيه بانك تعلمت الازهر كده تعينت ايه؟ شيخ لواء شيخ فرنسيين قال تعينت ايه؟ شيخ اسلام وقعدت ارقص لها في الاوضه واقول لها ايه الحكايه تعينت ايه؟ قالت لي ما اعرفش اهو الناس قالوا بأني شيخ مصطفى تعينت الازهر بس وراحت الايام الكلام ده قبل ما رحت مصر 15 سنه راحت الايام جت الايام فبصيت لقيت بيقول لي ايه؟ اللي انا قاعد بقى انفخ في السرير في هنا السرير كده وهنا السرير كده كان زمان كده سرير ديناموسية انت فاكره ان هيجي بجد؟ وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه؟ قالت لي يا راجل نام كنا احنا بقى قربنا على الفجر يا راجل نام انت ما انتش فاكر باني انا رايت لك رؤيه بانك انت تعينت الازهر قلت لها نعم وانا كنت راح بقى 15 سنه انا فاكر ايه وبعدين قالت لي مش انت رايت لك رؤيه انت قلت لها نعم قوم بي ايش لك هذا قلت لها قوم بي قلنا اتغطينا وصلينا وعملناه فطار فطرت وعندي عربيه عنطور كنت في البلد قلت للراجل العربجي قلت له جاي للحنطور جاي للحنطور والعيال ده كنت في المدرسه من ضمنهم عاطف ولدتهم راحوا هي طنطا وقال نزلت من طنطا على ايه؟ على مصر رحت
بقى من الطريق عادة. دخلت المهندة الحسن لكن ما دون خاص الملكي. انا مش عارف. مش كنت خاص الملكي. اللهم سيدي الخير. ليس عايش. وبعدين يا سيدي فبصت لقيته رحت له. قلت له الموضوع كيت وكيت 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 وكيت. قام طالع اي من على المكتب وجاب كرسي وقعد جنبي وقال له خد سيجاره. قلت له بصوت. قال لي لا انا شفت بصوت السيجاره. خدت السيجاره وقام لحالي وهو واقف. وطلع ايه واقف مره اخرى وقلت له سكه. قال لي حاضر يا سيدي. قام قاعد على المكتب ثاني وطلب كان في واحد في الديمقراطيه فاتح كان وكيل وزاره الاوقاف. وكيل اول وزاره الاوقاف كلمه. قال له الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا. قال له كان كذا وكذا. قال له لا ده مش المصاغه مش عارف ايه وساوي ايه ده هو كذا وكذا. قال له كلم الوزير بس لحسن ده فيه دوت وفيه بس. قال له كلم انت. كلم الوزير انت وقول له الشيخ مصطفى هيتعين اليوم. فكلمه رد عليه في ثلاث دقائق. قال له خلاص يا فندم. قال له مدير المساجد فين؟ انا بجيب الدفتر ويجي هنا فورا من السراي. فجبت الشيخ عبد الله الفراغ لقيته جاي وعينته الكبيره بهية وداخل والحرق عمال يصرف. قال له الركن مش مصطفى انت مش عارف تقول ما بقى شغلانه على شغلانه. وبعدين الغرض والسلام. قلت يا رب ما هو واحد قال لي فات انت ما لجأتش للصراط الاول. ما لجأتش للصراط الاول. وكمان ايوه من ضمن الكلام اللي قال كمان بتمتحنوه. لا هي الصراط ما بتسمعش. امتحنوه ليه؟ هو كان بقرأ رمضان. كانت هي الكلام ده كان 46. قال له قرأ سنتين وكان بيقرأ كويس كل حاجه انتوا عايزين ايه؟ قلت جاب لي ايه؟ بس وتعينت فيها ورحت كان يوم الخميس. قال له اليوم يجي يوم يجي ومضى وهو قاعد عندي حسني باشا كان اخوه الشيخ عبد العزيز في مراغي كان امام الملك. فجه حسني باشا طلب قبل ما يجي المراغي طلب الشيخ عبد الله الشيخ عبد العزيز قال له تعالى المكتب دخل قال لي شوف اخوك يا سيدي شوف اخوك عامل ايه في الشيخ قال عمل ايه؟ قال له كذا قلت له كذا وكذا وكذا. قال اعوذ بالله الشيخ عبد العزيز اخوك مش عارف ايه وبتاع وايه غاتوت مش عارف ازاي وبتاع. فجه الشيخ عبد الله والغرض وقالوا لي بكره الجمعه تقرا السوره كلموا مقوليه الاوقاف في سيدنا الحسين قالوا مكنني الشيخ مصطفى اسماعيل اقرا السوره بكره في الازهر لانه بقى مقري الازهر. طب يا فندم رحت تاني يوم بقى الشيء اللي شفته شيء بشيء مذكر وده تاريخ واخفنت لكم يومين. فبصيت لقيت واحد مستنيني على باب الازهر ذو لحيه جميله. لا ده في اليقظه يوم الجمعه وانا داخل ولابس كده جميل شكل جميل وقال لي انت جيت؟ قلت له لا تعالى. خد من ايدي وكلمتني ماشي 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 وياه لغايه الابنه القديمه مش الابنه الكبيره اللي بتصلي فيها الابنه القديمه. قال لي صلي كل ما تيجي تصلي ركعتين هنا لان دي فيها كل شيء فيها البركه وفيها ستر الازهر وفيها كل حاجه صلي ركعتين. قلت صلى ركعتين وبعدين انا انبسطت اشوفه في جده تاني ما شفتوش تاني ابدا ابدا ما شفتوش ابدا. الله يخليك. وبعدين المهم يعني انا شفت كتير في مصر وحاربوني كتير قوي ولكن انا ما كنتش ولا هنا. كنت اسمع على انواع اللي يقول كذا وكذا وكذا. قلت طيب اذا قابلته بعد ما قال لي الكلام ده بربع ساعة بقابله ان كان كبير عني ببوس ايده وان كان مش كبير عني بقول ازيك يا اخي تعالى نقعد شوية في الحتة الفلانية واقعد معاك كده ولا انا مالي. جايز اللي بيقول لي ده بيلخبط وجايز اللي بيقول لي ده مش عارف ايه. انا ماليش دخل بحد. انا لي الظاهر والخفي على الله. فانا يعني ولوقتنا هذا لن اذكر باني انا ازيد شيخ ابدا. في جماعة كلموني من سعيد علشان ليلة هناك كان محمد بيه سرحان ابو سيد سرحان ده المحافظ وقال لي لطفي بس عامل ليلة مش عارف لسه بقيت ايه تعالى. رحت لقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من بره وانا داخل على الصوار كان بيقرا راجل كبير في السن انما بيقرا من القراءات العشرة ومتقن وحاجة حلوة قوي مكيفني قوي. دخلت وبصيت له كده لقيته غلطان خالص يبقى بتاعته مقطعة كده وحاجته عيبة وفقير كده.
طلعت على جنبه شو وقته قلت والله ما انا عارف كيف ده لي اول مره اشوف انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور اسمه سيدنا الشيخ ايه على سيدنا الشيخ ايه دكتور مشهورين يعني وعرف انما ده هو في اول مره بشوفه كده وراجل كبير في السن فبصيت لقيته كان في الشيخ محمد حسين ده بتاع الشرقيه لا 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 انا بكلمك في بورسعيد ده وسط الراجل ده من بورسعيد نفسه فبصيت لقيته مساعد وبيقول لي كذا وكذا وكذا طيب فجيت قريت الليله وبعد ما خلصت الليله جه محمد جه فرحان بيديله 2 جنيه وانا كنت ذاك الوقت باخد 100 جنيه اداني 100 جنيه وبيديله 2 جنيه قال له كده يا سيدي متشكرين ساعات الدين متشكرين كتر خير قلت له بركه عندي 2 جنيه اهو من بركه انا عندي شويه سنه بكره ليا وجبت لها جبريه قلت له طيب قلت له محمد ليه؟ قال لي نعم قلت له تعالى قلت له هات قول لي عبد الرحمن باشا لطفي يقول لك شيخ لن اذكر باني انا ازيد شيخ ابدا في جماعه كلموني من بورسعيد علشان ليله هناك كان محمد بيه سرحان ابو سيد سرحان ده المحافظ وقال لي لطفي باشا عامل ليله مش عارف لسه بعيد ايه تعالى رحت لقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من بره وانا داخل على الصلاه كان بيقرا راجل كبير في السن انما بيقرا بالقراءات العشرة ومدخن وحاجة حلوة قوي مكيفني دخلت وبصيت له كده لقيته غلطان خالص جبت بتاعته مقطعة كده وحاجته حلوة وفقير كده وبعد ما خلص رجعت قاعد جنبه مش وقت قلت والله ما انا عارف كيف ده لي اول مرة بشوف انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور اسمه سيدنا الشيخ ايه على سيدنا الشيخ ايه دول كانوا مشهورين يعني وعارف انما ده هو في اول مرة بشوفه كده وراجل كبير في السن فبصيت لقيته كان في محمد حسين لقيت محمد حسين ده بتاع الشرقية لا 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 انا بكلمك في بورسعيد ده وسط الراجل ده من بورسعيد نفسه فبصيت لقيته مساعد وبيقول لي كذا وكذا وكذا طيب فجيت قريت الليله وبعد ما خلصت الليله جه محمد جه سرحان بيديله 2 جنيه وانا كنت في ذاك الوقت باخد 100 جنيه اداني 100 جنيه وبيديله 2 جنيه قال له كده يا سيدي متشكرين ساعات الدين متشكرين كتر خير قلت له بركه عندي 2 جنيه اهو من بركه انا عندي شويه سنه بكره ليا وجبت لها جبريه قلت له طيب قلت له محمد جه قال لي نعم قلت له تعالى جه قلت له هات قول لي عبد الرحمن باشا لطفي يقول لك شيخ مصطفى 10 جنيه قال لي حاضر راح قال له يقول لك شيخ مصطفى 10 جنيه قال له حاضر يا فندم اديله خلي فلان يديله فجاب لي 10 جنيه اديتهم للشيخ وانا اللي فيه نصيب حطيته عليهم قلت له اتفضل يا الشيخ بعدين اسبوع طلبوني برضه قلت له ماشي الشيخ محمد ده معايا كنت انا واخد له معايا بقى لا مؤاخذه بدله كامله من كاكولا من قفطان من طربوش من فانيلا من كلثوم لا هو كان كويس كده كان يعني في حدوده كده ها ما اسمعوا ثلاث فرمول لك بجد بس مو شعرض منك يعني المهم كان زي بتاع ده روح وطلبته في الظهر طلبته الظهر وقلت له ما تخلي الشيخ محمد يستناني في اللقنزة في اللوكاز الفلاني كان عبد الرحمن باشا محسن كان عبد الرحمن باشا لطفي كان اللوكاز دي تبعه كان قال لهم انزل الشيخ ما يجي في بورسعيد في اي ليله تحجزوا له غرفه نمر كذا الغرفه دي عباره عن صالون واوضه نوم واوضه سفره وجناح جناح كان لغايه دلوقتي مسجد عبد الرحمن لطفي من اكبر المساجد ايوه ده احسن احسن مسجد وبعدين رحت يا فندم لقيت الشيخ محمد وقف على باب اللوكاز مستنيني فدخلت دخلت على اللوكايبة وخدته معايا فوق وقلت له خد البدلة دي روح بقى بيتكم استحمى ومبطط وهيت وعلم من العلم زي ما انت عاوز ولبس البتاع ده والجزمة بتاعتك ايه مش كويسة قال لي لا الجزمة وحشة قلت له خد جنيه اهو من جنيه ده الجزمة بعدها بجزمة 45 ساعة النهارده سويلها 8 جنيه والغرض والسلام وراح وجيه اخر وجيه الليل بقى مدلش
واحد يقرا ولما شافني يعمل القبطان كده ويقول لي مش عارف ايه وبتاع وايه وهي لا والله عايز وقع. نعم. شكي والله كان بيقرا كويس. لا ما كانش في خلاف. بس الشيخ جاب الله كنا بنقرا سوا في ميثم في سيدنا الشيخ مصطفى البرول في المنوفيه بلدهم بتاع بتلس. وبعدين انا قعدت اقرا ربنا تجلى علي قوي. هو جه في الاخر كده انت تملك تقرا لي انت ونكتب انت ونسوي انت ونحن نتعشى انت ونم انت ما تقرا ايه ده؟ انا بنحكي الحكايه دي فبصيت لقيته بقى جه ثاني مره رحت رحت برضه هو قال لي كده وشتمني ورحنا قايمين ورحت انا هو نام قعدت ابص في ايده وابص في راسه اقول له معلش غلطت دي ان فكره هقرا لك بس مسرح وانت تبقى تقرا كده وبعدين فات الميتم ورديته وبس ايده ومشي. الشيخ اللي قلت له رحمه الله عليه كان مكتب رحت اقرا فقعدت اقرا ميتم لا ممكن ميتم عند الحسين قرينا العصر شوية وفي الليل شوية وطبعنا الصبحية بقى الضحى بيجيبوا الصواني دي تبقى عليها مغطية بس المكبات وكل واحد من عيلة محسين يجيب الصينية على بيكون إلا الصينية بتاع اثنين بتاع الميت يجيبوا الضلع لأنهم بيتباع في الباب. وبعدين قال لي مصطفى واحنا رايحين نصلي الظهر بعد ما قال لك بتاع الشهر هنصلي الظهر في الجامع قال لي مصطفى قلت له انا قعدني على 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 صينية اللي فيها لكوني قلت له فين حاتم؟ اكل اكون كان اكل وكسر. وبعدين قلنا انا دخلت انا وهو مشينا قعدنا بره السفره لغايه ما قالوا اتفضلوا. محدش يبص على السفره لما بيقولوا اتفضلوا اتفضلوا يعني كل واحد صينيته وبتاع زينه الصينيه والخدام بتاعه واحد شايل التبريد واحد شايل الطيف وفي الخدمة والفوطة على كتف كل صينية تيجي من عزمة من كنا عند اي واحد كله بشكل. وبعدين جاء قال عبد الله والشيخ الاولى بقى دخل كده ومشي قدامي ومشي سبقني بخطوتين جه عبد الله بيه الصينية بتاعته في الاول كده على الشمال يعني عشان مصطفى طلع يقعد ولما يقول لك اقعد يعني تقعد لان بدري يعني انا في حاجه اسمها قلت هنا ومتشكلين ده كلها جايبين عشان الضيوف يعني تقعد ما فيش فيها كلام. فقعدت الشيخ اللي قلت راح قعد في اخر اتيج الصينيه اللي هي بتاع الميتم بتيجي قدامه اللي فيها الضلع وهو ما بيحبش اللحم ولا ما باكلش اللحم اللي باكل الفراخ كان يقول كده فدخل وقعد وربط الفوطه على رقبته كده وقعد لا ده كان فتح وربط الفوطه كده واستعد او اذن عبد الله بيه بس كده قال خلاص انا خلاص قال فيه يعني كل واحد من الخدمين كان كبه وده مكبته ده ومش راح اقول لا وفي الخدمه الرب هو اللي بيبص كده لا ضلع خدت ايده قام قايل كده قال مستقبل مستقبل قول له مستقبل اقول له الله نعم تعالى يا شيخ محمد قال انت فين الراجل يقول له ايه ده استاذ اقعد انا استرتين ده ليه قلت له عبد الله جه قال لي ايه تعالى يا شيخ اقفل تعالى يا شيخ اقفل تعالى اتفضل تعالى اتفضل ورجع يتظهر بتاع الثانية قال لي لا مؤاخذة قلت في المشايخ لازم اكل جنب بعض يا سيدي لا مؤاخذة انا قعدت بقى عبد الله جه قال لي اسمع يا شيخ مصطفى صنع قال لي اللي جنبك اكله خد اديله كان جاي اصغر مش قادر واديله الصدر وياكل اديله حته من الصدر ياكل انفع له الحته بتاعت الطبله دي ياكل خد كل وانبسط. وبعدين قلت بقى روحنا بقى دخلنا جوه ننام لنا شويه على ما تيجي العصر. قال له ازيك يا مش محمد؟ وليه خطي ايه بالكلمه؟
عندي شيخ محمد انا مش بقول لك اخلص مش عارف ايه ايه انت مش عارف ازاي ترى والله انت خدت بعضك بمسيب كده ولما تقبل عن الصنيع ما خدرت اقول لك قوم لان دي تتعيب عندهم فالمهم اتصالحنا وجه ميتة كمان في 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 طنطا وكنت سهراني سوا انا وهو حتى اغا من اول سورة الرسول اللي احزنك بتاع البقر ام هو جه اغا ورايا قال المائدة قال لي انت بتبتليني وارى ورايا وكويس وارى وخلاص وبعدين خدت بعضي فديت ماشي وطلعت الميتم كان قريب من القسم اول قلت انا طلعت كده بتيت عسكري واقف بقول له عسكري يا جماعه قلت له الراجل ده بيتم هو طلع بقى يتم يقول لي ان الكلب مش عارف ازاي بتاع ايه قلت انا بقى بقول له فايده مش محمد بقى الله يسامحك لان الراجل قد والدي ما اقدرش الله يسامحك يا سيدي وبعدين بصيت لقيته بيقول لي كذا وكذا وكذا وبعدين العسكري قام هو قال لي العسكري ده دي ابني ده انا بعوز مريقها ايه وانت يعني مش عارف ايه وانت او ايه وهو غضبان ومشينا لحد ختم اول وقلت له اتفضل يا عبد الرحمن عايزين في القسم ما نخش سوا لا بس محمد اتفضل انا ببقى مبسوط وبهزر وياه وبعدين قال لي نيجي شويه لما سابنا كده في قسم قيمه يعني شارع قال لي معلم ممكن كان في فار وطار نيجي طار قال لي حسن ابنه قال له قلت له يا مستر حسن لا قلت له خلصها فممكن تسيبني وكذا 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 قال لي ليه يابا بس الغرض ده قتلني طيب خلاص الا نعم نعم الاجابه على السؤال بتاع الشيخ محمود هنسمعه بعد ما لا 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 بس النمره بتاعتك ما تخلص خلص خليه نعم يا سيدي خدي لا لا ده دي قريب دي قريب اهي يا حصلت حصلت في المنزل اخو محمود في البايه توفى وطلبوني اروح لهم يوم الخميس قام جه ابني يوم الاربع وقال لي لا ده الميته من النهارده قلت له يا ابني ده عمك مكلمني على الخميس قال لي لا ده النهارده الاربع وكلمت معاه ورحت قام هم قابلوا لي اهلا وسهلا وقعدت المغرب دي العصرية اللي هم قاعدة شوية عشر كده العصر فقعدت استنى العصرية ما فيش المغرب ما فيش العيشة دانت وطقيت محمود في الباية يجي يقول لي كذا قلت له ايه حكاية مش عامل الميتم قال لي شوف كلها بالعربي الميتم بكرة يا خاف علي سويد عليك وعلى الغرض والسلام وبعدين اشكر الحاضرين لا اقول مفيش مرة يعني لا انا رحت ميتم في بلد اسمها لنجي طلبوني وقالوا لي تعالى بلد اسمها لنجي مركز شربين رحت الميتم ودخلت في حاره كده ومشيت شويه التقيت الناس يعني كده وبعدين واحد بيقول لي ايه الله انت جيت لي نفس صاحب الميتم وين انت جيت لي قلت لي يا عم تكلمني التليفون وقال لي تعرف انت تسالني لحد اللي قال لك ولا حد عندك وانا مسافر منين انا كنت ايامها في طنطا كنت ايامها في طنطا يعني وبعدين انا مسافر من طنطا الى بعد شربين بلدي وانا صرت اتفهم شكرا جدا وقفت على السكه الصناعيه العربيه اللي جابتني مشيت وقلت استنى واحد معزي يطلع واركب واحد شربين استنيت واحد وقال لي تتلاح فيه قلت له روح قال لي قلت له يا سيدي اللي زعاني اداني مقلب وهي فاجئ صاحب الميتم بيقول لي كده قال لي لا لا تعال قلت له احلف لك بالطلاق لو انت عملت المستحيل وانا بايعه الميتم ده خالص لا يمكن باي حال من الاحوال بس يلا بينا ورحت هناك عند واحد في الشيخ سالم السابع كنت بسهر عند رمضان وشربين دي اللي علمت تقرا اكثر فرحت هناك فبصيت لقيته بيقول لي انت جيت لي قلت له كذا وكذا وكذا فقال لي مش لا ولاد الكلب استنى بقى ثم كنا في الصيف قال لي ده احنا عندنا باميه كويسه ورز
وتعالى نجيب لك سكرتي. قلت له تعرف عايزني اكل وابقى مبسوط. قال لي اه. قلت له هات لي السيف. قال لي كل الطبق الباميه واتحل لي الجسد في الاخر. برضه جاب لي السيف وجاب لي رمى. انبسطت ونمت وانبسطت 24 قرات. وقال لي العربيه قايمه هي على طنطا. في واحد بيع طنطا من التجار كان هنا وانا قلت له واركب معاه. لسه الحركه في واحد بيقول لي يا عم الشيخ سالم قال له عايزين يشيل مصطفى اسماعيل. قال لي يا شيخ الحقيقه شوف بيقولوا لي احنا لسه بنركب. وبعدين جاء قال لي تعالى كلم ابوك. رحت قال لي ده في ميتم بكره في محل استشاء جنبه. خلصت الميتم قبل ما خلصت وانا نايم عند الشيخ سالم. قالوا لي برضه في ميتم مش عارف ايه الفلاني. وليالي الواحد لما يقعد يحكي لكم يقول لكم على ايه. ونشكر الحاضرين. انتوا سميعه وعارفكم كويس. فاللي بده يسمعني ما يسمعنيش ايتين او عشر او عشر دقايق. لا 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 ما تنفعش. لا ما هي ما تنفعش. ان شاء الله لما تجمعك اي الحفله الثانيه مولا هيعمل لنا دايما حفلات اولا. الكوارع شغال. وانا اشكر الحاج حسين فرج. اشكره جدا على هذا اللقاء اللي انا كنت اتمناه من زمان. والله اشكره جدا. ونعميه. ناكل ان شاء الله. برضو نشكرك جدا وان شاء الله خلوا نلبي الدعوة.